سيداتي وسادتي، مساء الخير، أهلا بكم في الحلقة السابعة من المقهى الثقافي. حلقة اليوم التي يعدها ويقدمها الدكتور بدر الدين عرودكي ستكون مخصصة لذكرى السينمائي الراحل المرحوم عمر أميرالاي. عنوانه عمر أميرالاي الغائب الحاضر. عمر لم يغب إلا بجسد، ما زال حضوره مستمرا ورؤيته راهنة، وما زالت سوريا تغلق في طوفان من يدعي البعث. ضيوف الحلقة: السيدة سوسن دروزة، مخرج مسرحي وسينمائي ومديرة مهرجان الكرامة في عمان، السيد حميد مرعي المدير السابق لهيئة السينما السورية، السيد حنا ورد المصور السينمائي، والسيد عصمت أميرالاي شقيق الفقيد والمؤتمن اليوم على إرثه الثقافي، والسيد راشد عيسى الناقد السينمائي. طبعا يدير اللقاء كالعادة الدكتور بدر الدين عرودكي. تفضل دكتور. شكرا عماد، مساء الخير. حقيقة أنني كنت مع زملاء والأصدقاء الحاضرين معنا في هذه الأمسية أن يكون بيننا صديق عزيز على عمر وعلي أيضا، هو قيس الزبيدي، وسأحاول أن أقول كلمات في تقديم عمر بما أنه لم يتمكن من مشاركتنا هذه. كتب قيس الزبيدي يقول: عمر أميرالاي الذي ترجل قبل الأوان تاركا حصانا لا يستطيع غيره أن يمتلك. من هو هذا الأمير الذي أحبه زملاؤه من دون أن يشجعه على حبه؟ من هو هذا الأمير الذي كرهه بعض آخر من غير زملائه وروج لكراهيته علنا؟ من هو هذا الأمير الذي كان يفاجئنا في الغالب بشجاعته في عمل ما لا يمكن أن يعمل وفي نشر ما لا يمكن؟ إنه الكبير كما كان للمتنبي أن يصف أمثاله. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت بمرادها الأجسام. لم يكن عمر أميرالاي التسجيل الأبرز في سوريا فحسب، بل هو فارس السينما العربية. إنه واحد من أولئك السينمائيين المبدعين الذين ساهموا في صنع تلك السينما التسجيلية التحريضية في العالم، والتي كانت الساقية الصغيرة التي توصله إلى نهر الحياة المسيح ليصبح هاجته. كشف بؤس الواقع، علنا نساهم في تغييره، لكنه في سره كان يبتغي شيئا آخر أيضا. مرة أخرى كما يقول المتنبي: ما أبتغي جل أن عمر أميرالاي غائب حاضر، حاضر بأعماله، حاضر بما ترك لنا إرثا لا يمكن أن يفنى، لا فقط من خلال هذه الأعمال، وإنما من خلال هذه الشخصية التي ندر أن عرفت سوريا مثلها في مجال السينما. وسعيد أنا أن يتواجد بيننا رجل لعب دورا هاما في الوظيفة التي كان يشغلها، مديرا عاما للمؤسسة العامة للسينما في أواخر الستينات وحتى عام 1974، والذي كان بفضله أمكن لعمر أميرالاي ولسعد الله والنفس أن ينجزا فيلما يمكن أن يعتبر
تأسيساً للسينما التسجيلية لا في سوريا فحسب ولا في العالم العربي، وإنما أيضاً يشارك السينما التسجيلية في العالم، لكنه يسجل الأساس والقاعدة للسينما التسجيلية في العالم. عنيت الأستاذ حميد مرعي المدير العام السابق للمؤسسة العامة للسينما في سوريا حتى عام 1974، والذي كان له الدور الأساس في إنجاز هذا الفيلم الذي ما إن أنجز حتى منع عرضه في سوريا، لكنه تحول على الفور إلى أيقونة بعد أن عرض في كل قاعات السينما بالعالم أجمع باستثناء سوريا. عنيت الأستاذ حميد، تفضل أستاذ حميد. وهذه وجهة نظر شخصية، أرجو من خلال النقاش أن نبين أكثر وأن نبين ما في الصحة وما في الخطأ. عمر أمير الراي هو ابن 1968 الحركة الثلاثية الشبابية في فرنسا، هذه الحركة التي كانت حدية وكانت تقطع مع كل، وكانت موقفة واضح ومحدد. عمر تأثر بذلك، وأعتقد أنه فعلا هذه الحركة قد أثرت عليه وبقيت في ذهنه وبقيت في وجدانه وبقيت في كل تناول الأعمال. النقطة الثانية في عمر، المزية الثانية لعمر أمير لاي، هي عرفته كيف يختار الشخص الذي يتشارك معه في العمل. ليس صدفة أنه الحياة اليومية في سوريا أن يتعاون مع سعد الله ونوس، سعد الله ونوس الذي غير قابل أيضا مثل عمر للمساومة، وعنده وجهة نظر منتهية ومحددة، ولا يستطيع ولا يمكن إطلاقا أن يتنازل عن وجهة نظره. هذا اللقاء الحقيقة أفاد عمر كثيرا وأفاد سعد الله، واستطاعوا الحقيقة هذا اللقاء بين موهبة فنية وموهبة سياسية وموهبة فكرية أن ينتج هذا الأثر الجيد والجميل. المزية الأخرى الثالثة لعمر برأيي وجهة نظري هي أنه من الصعب أن تفهم عمر ماذا يريد. عمر دائما يجاوبك بالتنكيد، ولم تكن النكتة هي ما يود عمر، ولكن دائما كان قلق على قلق، دائما عمر كان على قلق. إذا لم تكن الفكرة واضحة، إذا لم يكن الموضوع محدد بذهنه بشكل، دائما يتهرب ولا يريد أن يعطي، فيلجأ إلى النكتة ويلجأ إلى السخرية ويلجأ إلى كذا حتى لا يتكلم، حتى لا يقول شغلة لم تنضج تماما في رأيه في ذهنه. المزية الأخرى لعمر، تشعر دائما، وأعتقد لا أعرف إذا كان بدر والإخوان الآخرين الذين يعرفون عمر، تشعر أنه يوجد نوع من الجدار. عمر دائما ليس في شيء من المغلق إلى حد ما، ليس مفتوح تماما. هذه القضية أنا أعتقد شخصيا أيضا هي نوع من الحماية، هي كان الدمع نوع من الحماية حتى يستطيع دائما أن لا يجاوبك، دائما أن لا يبين عن أن القضية لم تنضج في وجدانه. أنا وجهة نظري أنه عمر رحل باكرا، هذه موهبة رحلت مبكرة، كان يحتاج إلى وقت أطول، كان يحتاج إلى ظروف أفضل، كان يحتاج أيضا إلى تعميق محاولته في تعميق ثقافته واطلاعه وقراءاته وكذا، كان يحتاج إلى أكثر. عمر لم نفقد عمر موجود دائما، وهذا دليل على أنه هو بيننا، وشكرا لكم. شكرا أستاذ حميد. سأنتقل الآن إلى الأستاذ حنا ورد، صور سينمائي، وكان من أوائل عملوا مع عمر
طور في المؤسسة العامة للسينما وخارجها. أود لو أن الأستاذ حنا أيضا يقدم كيف يرى عمر أمير علي، كيف رآه وكيف يراه. تفضل أستاذ حنا. مساء الخير جميعا، وفرصة سعيدة نلتقى بالأستاذ حميد بعد فترة طويلة. في الواقع نبدأ يعني الأستاذ حميد هو يعني خلينا نقول عراب السينما السورية الحقيقية، وواحد من الأساسيين اللي ساهموا بشكل إداري وفني، يعني بنحسدوا عليه الفترة اللي اشتغلوا معه. أنا للأسف تعرفت عليه كمدير عام، بس كنت أنا مشروع طالب، وبعدين رحنا درسنا رجعت للأسف كان صار بوزارة أخرى. بالنسبة لزميلنا عمر، أنا بعتقده هو أول من أعطى الجدية للأعمال التسجيلية السورية، وإله مع زملائه بس إله دور تأسيسي لسينما تسجيلي راقية. هو فعلا من جيل المؤسس للسينما السورية وطنية، مشهود إله بالنوع الراقي للسينما التسجيلية، وأنا بعتقد أهميته كمخرج تسجيلي لا تقل عن أهمية زيغا فيرتوف في الاتحاد السوفيتي. مهنيا أنا اشتغلت معه على مجموعة أفلام. أهم شيء بيميز عمر مهنيته العالية، تذوقه الرفيع للحلول التشكيلية، وعدم التدخل بالشؤون الصغيرة والتدخل بالمفاتيح. يعني إذا في شيء ما عجبه رأسا بيقول شو كان بده، وبيقول لك يا حنا والله هون الإضاءة، أنا الجو العام الظاهر ما بيناسب. أنا بشعر هذا الكلام إن اتفق معه مدير التسويق لم يتفق، بس هذا كلام مهني عالي المستوى، وبيجبرك ولو ما مقتنع، لأنه تحدث هيك أشياء. أنا عم باخذ الجانب النيجاتيف، إنه تقول بقلبك والله ما هو حق، لأنه عم يشرح شو بده معناها أنا يمكن ما فهمت، وهذا يحدث نكون واقعيين. ف يعني أنا ما بتذكر إنه اختلفنا مرة على أعمالنا الكتيرة وكنا عملنا أعمال صعبة. يعني فيلمين اللي بيوغرافي إنه بنزير بوتو، صعوبة العمل عملنا فيلم عن بنزير بوتو من دونه. الفيلم الأصعب هو تشكيليا وإخراجيا فيلم الرجل ذو النعال الذهبية. ما بتذكر اختلفنا، وهذا الشيء نادر يحدث بين مخرج ومدير تصوير، وخاصة معي، لأنه يقال أنه أنا بختلف مع أغلب المخرجين، بس في بعض مخرجين بختلف معهم، في بعض مخرجين الظاهر ما بعرف، يعني أنا نفسي ما تغيرت. فبتعود إلو هاي القصة. في أهمية بدخوله جذر المشكلة وليس الحوصان حوله. ما عنده هاللف والدوران، لذلك أنا بقول سينما تسجيلي راقية. دخول لصلب المشكلة، فرض احترامه على الطرف الآخر ولو ما كان عامل شيء عاجب الطرف الآخر، لأنه في رقي بالعمل. عمر بتأسف أنا أنه عنده كان مشروعين روائيات اللي هن فيلم أسمهان والقرامطة بالتعاون مع محمد ملاص، للأسف ما تحققوا. وأنا إلي وجهة نظر هون تختلف عن آخرين، أنه جزء من عدم تحققه هو تأثر الجو العام المتوتر اللي صار بآخر الثمانينات أو بنص الثمانينات بين السينمائيين، واللي بعتقد أساءوا لنفسهم وأساءوا لمستقبل السينما السورية. كان عندنا فرص كتيرة من بفترة الأستاذ حميد وما بعد الأستاذ حميد، بس للأسف الشباب يعني ضاعوا بإشكالات أنانية أكثر من قول خلافات مهنية ممكن حلها. وهذا السبب برأيي يعني ما حدا ربح.
عمر بالإضافة إلى السينما التجيلي له أفضل على كتير شباب، يعني مثل ما سمير ذكر له فضل أنه محمد ملص قدر يعمل أول فيلم روائي له بالمؤسسة العامة للسينما، فعمر له فضل بفيلم الليل، وبالنسبة لأسامة محمد كمان له فضل مهم ودور كتير أساسي بإنجاز الأفلام وخروجها من نطاق المحلية إلى أكثر المحلية. فيلم كمان صندوق الدنيا لعب دور داعم كبير. بتأسف أنه بالمقابل هو ما حصل على التقدير، أنا ما بقول مقابل دعم، لا تقدير، كان ممكن يتعاونوا معه نفس الشباب ونشوف نحن كنا فيلم إما أسمهان أو فيلم القرامطة، المشروعين اللي كنت أنا على قرب متابع مع عمر بمراحل تأمين له بين إنتاج بين أماكن إنتاج له، وبعدين الفيلمين كانوا كتير مهمين بس للأسف راحوا مع سبب المشاكل. هلأ لما نعرضت أفلام السورية ومن ضمن أفلام عمر بجامعات أمريكية، حكوا الصحف الأمريكية أن السينما السورية هذا الكنز المدفون، وللأسف دفنت جزئيا مع الخلافات غير مهنية. وهون بحب أكد على قدرته كمان عمر بالتعاون مع أهم الفنانين والفنيين، صداقته وعمله المشترك مع المونتير والمخرج قيس الزبيدي بعتقد كتير مهمة، عطت كتير آفاق واسعة لكل الأطراف. وقيس من أعمدة السينما السورية، ولو أنه هو عراقي الجنسية بس بعتقد صار بيطلع له 10 أضعاف جنسية سورية. صحيح صحيح صحيح. فأنا يعني حاليا ممكن بعدين عقب، أنا تقريبا خلصت، تفضلوا. شكرا كثير استاذ حنا، شهادتك كثير مهمه، لان شهاده حرفي وواضح، وانا بعرف طبعا انت رافقت عمر مع هام من افلامه، وانك كنت بالفعل يعني تستعد للعمل من اجل الفيلمين اللي كانوا فعلا عم يشتغلون بشكل هائل، فيلم اسمهان فيلم القرامطة. شكرا كثير، حنرجع طبعا نتناقش الآن. تصور أنه يا ريت عصمت بصفته أخو وبصفته بدي أقول الأمين على إرث عمر، على إنتاج عمر الذي يجعله حاضرا بيننا باستمرار وحاضرا أمام الجميع. هناك الجانب الانفعالي، الجانب العاطفي، وهناك أيضا القرابة، الأخوة، الأخوة الحقيقية، أخوة الدم، بس في أكثر من أخوة الدم ما بين عمر وعصمت، أنا أعرف ذلك. يعني هناك أخوة الدم تفترض علاقة مستمرة وكذا، لكن هناك ما يتجاوزها، يعني في كل المفاهيم، مفاهيم الصداقة ومفاهيم الأبوة ومفاهيم الأخوة، ويعني وحميمية ليس لها مثال. لذلك يا ريت تفضل. فقط بدي أعطي لعماد، عماد فكرة سوسن إذا بتتصل فيها ما عم تقدر تفضل. عم تسمعوني هلا؟ ماشي. العلاقة بيني وبين عمر يعني كانت فترة الخمسينات، كان هو أصغر مني طبعاً 6 سنين، ففي فرق يعني كبير بيني وبينه هالناحية. فلما أنا سافرت لألمانيا 1960 هو كان بعده في المدرسة في الشام، فلقاءاتنا كانت دائماً نادرة. كنت أجتمع معه فقط لما أنزل على الشام بزيارة، كنت أجتمع معه، ولكن الـ يعني
العلاقة معه دائما كانت موجودة، وبينه وبين عمر في يعني علاقة مو بس أخوة أخوة أخوة، مو بس جسدية ودم دم داخل، ولكن أخوة فكرية بنفس الوقت، يعني كنا نشارك بنفس الفكر تقريبا ونتبادل الأفكار. وكان علاقته معي يعني كنت كأنه كنت عوض له يعني فقدان أبوه، لأنه ما عاشر أبوه، ما كان بيعرفه لأبوه منيح. توفى أبوه كان عمره 5-6 سنين تقريبا، ما بيعرفه كان. وأنا طبعا تعرف أبي طبعا، وكان عمري حوالي 11 سنة لما توفى، فما كان بيعرف حدا ما قدوة قدامه إلا غيري كان. فكانت علاقته معي كتير 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 هيك حميمة جدا يعني، وكان يجتمع معه يكون كان مثل الطفل قدامي، كان يحط رأسه على حضني هيك، وأنا يعني أحكي معه هيك بطريقة مو كأب ولكن كأخ كبير يعني. وبتذكر بقدر أقول يعني قديش بهالكل الفترة اللي عاشها فيها وعشت أنا معه ما اختلفنا على شيء، ولا تشاجرنا، ولا يعني تخانقنا مثل عادة تخانقوا الأخوات مع بعض، أو كنا نختلف بالرأي أحيانا يعني عدة مواضيع، ولكن ما كان في خناق بيناتنا. وهو طبعا كان من النوع اللي ما كان يغضب ويعني ويحب الشجار ويحب المشاجرة والأخذ والعطاء إلى آخره، كان كتير سهل بالتعامل مع الآخرين، وكان عنده إحساس كتير بسيكولوجي للآخر دائما، ويعطيه يسمعه ويتأقلم مع الآخر ويتماشى مع أفكاره. فلذلك يعني على علاقتي معه دائما كانت بفترات العطل، لما أنزل على سوريا يكون هو موجود، أو على باريس زوره أنا بباريس، لما كان عاش في فترة طويلة بباريس كنا نزوره في بيته، أو يجي لعندي يزورني هون في ألمانيا، وكنت أتابع أعماله دائما ونتناقش عن في مواضيع أعماله وإلى آخره. فكنا متفقين بنظرة معينة من ناحية الشعور بالحرية يعني متفقين كنا انه هذا نظام البعث والنظام الديكتاتوري الى اخره نكرهه وما ما ما نحبه، وخاصه لما كان يجي لعندي لهون، يجي مع الوالده يعني عده مرات، يجي بعيد الميلاد نحتفل هون بعيد الميلاد مع بعض. شو بدي احكي يعني غير الذكريات القديمه من لما كان صغير، كنا يعني كنت الفرق بينه وبينه كان كبير، وكان يغار مني لأنه كنت أنا بحب أرسم دائما، ويغار مني إنه ما إنه ليش ما بلعب معه أنا، فكان يزعجني دائما لما أكون أرسم قاعد أرسم يجي بشكل إيدي يأخذ لي الألم يشاكسني بهالموضوع. يعني هذا هي الأشياء اللي يعني بخطر على بالي يعني عن 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 عمر. وعلاقتنا دائما طبعا كانت الوالدة هي القاسم المشترك بيننا نحن اثنين، وكانت الوالدة دائما يعني تنصحني وتذكرني انه لا تنسى اخوك، اخوك بده مساعدة، اولاد احكي مع اولادك واحكي مع مرتك انه تنتبه عليه، كانت تشفع عليه تعده كأنه قاصر يعني من هالناحية، لانه ما لا تزوج لا تأهل لا جاب أولاد ولا عنده عائلة إلى آخره، فبالنسبة إلها كان طبعا شيء ناقص بحياته يعني. كأم يعني كان بدها إنه يكون عنده أولاد، وبنفس الوقت كانت علاقته معها علاقة كتير حميمة جدا يعني لأنه عاشرها أكثر مني بكتير، عاش معها يعني، وكان كان هو بالنسبة إلها ما بدي أقول بديل أبي، ولكن
بالنسبة لها كان كتير مهم أن يكون متواجد مع متواجد معها. ولما بيصير معها شيء مثلا دام تسأل وينه عمر، وينه عمر، وينه له العمر يجي. فكان يعني الملاذ وقت الضيق وقت الكوارث إلى آخره كان عمر. أنا كنت بعيد عنها طبعاً طول الوقت، بس هي هو عمر متواجد. هي المرأة الأساسية بحياته، بحياته تماماً. ف... عندي رغبة، عندي رغبة أخي عصمت، لو لو حدثنا عن الجمعية اللي أسستها باسم عمر وأهدافها وشو عم تشتغلوا فيها، بالإضافة طبعاً لصفحة فيسبوك اللي أنا حكيت عنها. بس الجمعية مهمة إنه تكون هاي فرصة نحكي عنها باعتبارها مخصصة لحفظ تراث عمر ولبسه أيضاً. هو تأسسنا الجمعية، كنا نعمل إحنا جمعية مثل شو يسموها بالألمانية مثل association. ولكن كان لازم تحط مبلغ كبير حتى من ريع المبلغ هذا بتمول الجمعية. لذلك قررنا أن نغير اسم الجمعية ونسميها جمعية لدعم أعمال عمر أمير الله والحفاظ على تراثها وإلى آخره. والقوانين طبعاً قوانين بألمانيا بالنسبة للجمعيات كثير صارم، يعني كل سنة تقريباً لازم تقدم تقرير شو دخل على الجمعية، شو خرج، شو أعماله، شو نشاطك إلى آخره. فأسسنا جمعية على أساس أنا رئيس الجمعية، ونادية بنتي هي كان هي مساعد الرئيس، زوجها هو المسؤول عن الـ عن الـ الصندوق المال، وصديقنا أميرة هو الفني اللي هو يعني بيعالج الأفلام وبيحفظها، ودائما إذا في عرض بمهرجان أو آخر فهو كان يعمل الأعمال الفنية يعني يعالج الأفلام ونزل statements مثلاً بالفيسبوك عنه. هو كان يعمل لي إياهم يعني، لأنه من ما عندي خبرة بالأعمال السينما على الكمبيوتر الأخري، ولكن هو كان عم يساعدنا له. فهي المؤسسة يعني هي أعضاء مجلس الإدارة هن إحنا الأربعة، وفي بالنسبة للمستشارين عن كريستياني كريمر حسحس زوجته لرضا حسحس الله يرحمه توفى، مدير معهد مديرة معهد جوتي حاليا، ورئيس الجمعية الثقافية هم من مانهايم، بتساعدنا كتير، بنتعاون معها بالنشاطات الثقافية، يعني مجموعة ثقافية بنحاول يعني المشروع نعمله بالنسبة لعمر بيساعدونا بالموضوع وفيها دعم ثقافي يعني من الناحية. فعم نجمع، أنا بجمع كل المقالات اللي بتطلع عن عمر، وطلعنا هذا الكتاب اللي شفتوه هذا نشرناه ببيروت عند دار العربية للعلوم، فيها كل المقالات اللي صدرت ونشرت بعد وفاته. وهلا بجمع كل المقالات اللي موجود تطلع عنه معناتها اذا ناس عندهم رغبه ان يعرضوا افلام لعمر ممكن يتصلوا بالجمعيه. تماما، وهي عظيم. نحن رح نحاول نحط اسم الجمعيه على موقع مقهى الثقافي بمناسبه الحلقه هاي، لانه بتصور انه في ناس، انا في روائيه فلسطينيه اسمها ليانا بدر كانت كاتبه على صفحه الفيسبوك انه عندها رغبه تعمل، بدها تعمل عرض لافلام عمر بفلسطين، وبالتالي انه كيف ممكن تحصل على افلام وكذا. فهذا شيء جيد انه طالما في الان جمعيه يمكن ان تعير هذه الافلام وكذا، يعني بتصور انه شيء طبيعي انه تحصل. شكرا كثير عصمت. هلا بنرجع طبعا لحنا حنتناقش بانتظار انه سوسن دروزة تقدر تدخل على التطبيق، عم نحاول ندخلها. يا ريت الاستاذ راشد عيسى يحدثنا. راشد عيسى طبعا صفته ناقد سينمائي، نشر
مقال مسرح ناقد مسرحي. ناقد مسرحي إيه وتكتب. لكن يعني بحكم العمل بالصفحات الثقافية. يعني هو عمل كتبت في السينما. أنت مهتم بـ 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 بالفنون على اختلافها فينا نقول. أكيد. منها السينما طبعا المسرح أولا ولكن أيضا السينما وأيضا ما تقدمه الشاشات التلفزيون على اختلافها إلى آخره. نعم. راشد كاتب مقال كثير طريف لأنه مهم عن كيف عرض عمر أميرالاي فيلم طوفان في بلاد البعث في أحد المراكز الأمنية بسوريا. طبعا هذا المقال سوف ننشره على موقع المقهى الثقافي. لكن أكثر من هيك راشد يعرف كان عمر أميرالاي شخصيا و عندما كان في دمشق في سوريا وطبعا يعرف أفلامه، فسأترك له أيضا أن يقدم لنا شهادته عن عمر أميرالاي إنسانا وفنانا وسينمائيا. تفضل. شكرا أستاذ بدر على الاستضافة وتحية لجميع الأساتذة. بحب أقول أولاً إنك تحكي عن سينما تسجيلية بسوريا، فيعني أنت فعلاً تدخل في حقل الألغام. تقريباً لا سينما تسجيلية في سوريا قبل الثورة السورية إلا سينما عمر أميرالاي. فيعني أعتقد يعني عمر أميرالاي خاض بطولة استثنائية يعني بعمل مجموعة من الأفلام اللي كانت فعلا جريئة. تصور نحن موجودين ببلد على كل شارع وكل زاوية وكل ساحة وكل حقل يكتب ممنوع الاقتراب والتصوير. كيف تجرأ عمر أميرالاي وقدم هذه المجموعة المغامرة فعلا كانت، وأبرزها كان الطوفان في بلاد البعث اللي اسمه لحاله كان يعني هو بالفعل طبعا يعني وبالفعل هو أخذوا فعلا إلى يعني أولا إلى منع من السفر واستدعي من قبل أحد فروع الأمن. وفعلا كانت القصة بالنسبة لنا يعني اليوم هي قد تبدو طريفة يعني، بل حولها عمر أميرالاي بطرافته عفوا المعهودة إلى قصة تروى يعني. لما استدعي من قبل فرع أمن اللي كان موجود بكفر سوسة واصطحب معه نسخة من فيلم الطوفان وعرض الفيلم بداخل يعني لضباط هذا الفرع. طبعا بالنسبة لهم كان نوع من التحقيق والمساءلة الأمنية لهذا الفيلم، بينما هو حوله إلى فرصة مثل ما ذكر بحواري معه بالمنشور بالسفير بعيد خروجه من خلاصه من هذا الفرع، يعني حوله إلى فرجة سينمائية، بل وبروح الدعابة ذاتها اقترح عليهم لماذا لا تعرضوا هذا الفيلم في التلفزيون السوري. طبعا كان ذلك يعني ولا زال أظن يعني مستحيل، لكن اقترح عليهم أن يفوتوا لأنه الفيلم أو عفوا الاستدعاء حصل بسبب عرض الفيلم على قناة العربية. الأمر الذي اعتبره عمر نفسه اعتبره يعني عرض مغرض وبإطار مناكفة سياسية ولم يكن سياسي تماما استثمار سياسي، ولم يكن راضيا تماما يعني عن عرض الفيلم بهذه الطريقة. فالمهم كان أن اقترح عليهم لماذا لا تعرضوا هذا الفيلم على الشاشة السورية حتى يعني حتى تفوتوا الفرصة على هذا الاستثمار
السياسي. يعني عموما يعني كان هذا فيلم بارز لأميرة لاي، لكن أعتقد أفلام الأخرى لا تقل خطورة. يعني فيلمه عن ميشيل سورا الباحث الفرنسي الذي اختطف وقتل في لبنان، هو فيلم كتاب تماما بسبب كتابه الذي حمل عنوان الدولة البربرية. يعني لم يكن هذا الفيلم أقل خطورة ومغامرة، يعني ويعني ليس هناك أوضح من أن صاحب يعني الفيلم يدور عن شخص اعتقل وخطف، وبالتالي يعني من سيحاول الإضاءة على قتلة ميشيل سورا فهو أيضا ربما يعرض نفسه للخطر. هذا دأب عمر أمير اللهي. أعتقد أنه عمل في أرض بكر تماما، يعني قدم أفلام نموذجية من جهة، ويعني قام بمحاولات يعني تعتبر دروس في محاولة التحايل على قوانين وشروط الرقابة. يعني نحن نعرف فيلم الطوفان، طوفان في بلاد البعث، هو حصل على الموافقات السينمائية المطلوبة من كل الجهات تماما، يعني من مؤسسة العامة للسينما، لكن على أساس أنه هذا أميرة لاي يقوم بعمل فيلم عن الآثار. في النتيجة صدموا حين عرفوا أن الفيلم ما هو إلا عن يعني عن البعث، و يعني ولو أنه نعم عن مآثرهم فعلا، ولو أنه من المنصف القول، طالما نحن اليوم يعني بعد 6 سنوات على رحيل الراحل الكبير، لابد أيضا أن نشير إلى أنه أنا شخصيا أعتقد أن هذا الفيلم هو أضعف أفلام أميرة لاي لسبب بسيط. يعني عمر أميرة لاي الذي يذهب في فيلمه عن رفيق الحريري، الفيلم الذي حمل اسم الرجل ذو النعل الذهبي، الذي يذهب يعني ربما بأحكام مسبقة ولكن ليصل إلى نتائج مغايرة. تجد في فيلم الطوفان يحاول أن يقصر الحقيقة باتجاه واحد، يعني يحاول أن يأخذ المتفرج باتجاه معين لا أن يعرض أمامه. يعني مثلا قد يساعدني الأستاذ حنا ورد بالحديث عن هذه النقطة، كثر انتقدوا أن تقدم شخصيات الفيلم اللي هي شخصيات سورية عادية، شخصيات هي في النهاية ضحايا لاستبداد النظام السوري، وإن كانت هي تنتمي للبعث وشأنها شأن ملايين السوريين الذين وجدوا أنفسهم تحت هذا الحكم المستبد. إلا أنه يعني في الحقيقة يعني بدت هاي الشخصيات بطريقة تصويرها، بطريقة تقديمها كوميدية إلى حد بعيد، يعني يسخر منها الفيلم قبل حتى أن تتحدث. يعني لم يترك لها أو لم يترك لنا الخيار في أن نحكم. هو يعني ربما كان عمر يحاول يعني أن يذهب فورا إلى هدفه، لكن أعتقد سينمائيا لم يكن محقا تماما في تقديم شخصيات هذا الفيلم. أنا شخصيا أفضل عليه مثلا فيلم الدجاج، اللي هو يعني ولو أنه يتحدث عن قرية سورية وكيف تعمل في مداجن وكذا، أعتقد أنه في تلميحات سياسية في منتهى الذكاء من دون أن يتحدث في السياسة بشكل مباشر.
لا أريد أن أطيل، أتمنى على الأساتذة أن يتحدثوا، لكن أعتقد اليوم بدون شك نفتقد، يعني ولا أدري أي مصادفة قدرية كانت أن يرحل أمير لاي قبيل الثورة السورية، عشية الثورة السورية، في وقت كان يعني الثورة السورية كانت يعني على المستوى الثقافي، إذا أردنا أن نتحدث عن فن انتعش وبرز وكان بهذه الأهمية، هو الفيلم التسجيلي بالذات اللي نشأ من ضرورة، يعني ضرورة سياسية قبل كل شيء. يعني هذا حديث آخر على كل حال. شكراً كثير راشد. طبعاً النقاش بده يكون مفتوح، ما بعرف إذا كانت سوسن قدرت تفوت لا، ما لحتى الآن ما يبدو عندها مشكلة في النت، عم تحاول تعالج. ماشي، بانتظارها على كل الأحوال. الآن حميد وبصمت ما بعرف وين، لا موجودة. طيب يبدو تفوت. فينا نتناقش بانتظار إذن الغائبين سوسن دروزة و برهان غليون. انا حاسس الاستاذ حنا ورد في بتم حكي. إيه لذلك بانتظارهم يعني الكلمه دخلت سوسن دخلت يلا خليها تقعد، بس خليها تقعد. دائما النسوان بيتغندروا بده البقال ياخرونا، يعني مع انه ما منتظر. لا لا والله اخر تكت بس لحقت حالي اخيرا الحمد لله. اوكي مرحبا سوسن، اهلا وسهلا. أهلا. طبعا كنت ارغب انه لو سمعتي الاخوان شو حكوا، فانت اهم شيء اولا بدي اقدمك، اولا انه انت مخرجه مسرحيه وسينمائيه ايضا، ولك نشاطات شديده الاهميه منذ سنوات في مدينه عمان في مجال السينما وفي مجال المسرح، في ايضا كمان يعني اردت ان تتواجدي معنا اليوم، انك رافقت عمر امير العالم في السنوات الخمس التي كان خلالها مديرا للمعهد العربي للفيلم في عمان، وكنت انت نائبة المدير، ثم علمت بعد ذلك انك اخرجت فيلما عن عمر امير العالم. فلذلك الاخوان اللي موجودين كل واحد قدم جزء من البروفايل كما يراه هو لعمر أمير العلاي، ويا ريت أنت بقال الآن تدي بدلوك في هذا المجال، كيف شفتي عمر؟ لا سيما وأنت يعني بالنسبة لمعظم الحاضرين باستثناء راشد يعني من الجيل التالي لعمر، مش من جيل عمر ولا من جيلي أنا طبعاً، أنت من جيل حفيدتي يعني بتكون. فلذلك يا ريت تتفضلي وتقولي لنا كيف أنت شفتي عمر، كيف التقيتي في أول مرة، وكيف اشتغلتي معه، وكيف شفتيه لعمر؟ عمر التقيت فيه طبعاً عن طريق أصدقاء يعني، وبتذكر حتى التقيت فيه مرة عندك وعند رباب، وبعدين رجعت تقلت فيه بالشام عند رولا ركبي. وكنا عم نتحدث بشكل عام، كنت بدي فرجيه فيلم أنا عملته وأخذ رأيه فيه. طبعاً عمر هيك في له رهبة يعني، له طريقة يعني، مع أنه كان لطيف جداً بس بنفس الوقت جدي جداً يعني، خاصة بما يتعلق في الفيلم يعني. وبس وتحدثنا وإلى آخره، وطبعاً أبدأ رأيه بالفيلم وبأنه ما عجبه نهائياً، وعطاني يعني ليست من الأخطاء العجيبة اللي عامل فيلم، وتحدثنا وإلى آخره. بعدين الحقيقة عمر إجا بفكرة AIF Arab Institute for Film، وكانت فكرة يعني جميلة جداً. وقت حكيت أنا وياه أكثر بالموضوع، بدينا الحديث بالشام بعدين كملناه بعمان، كان حاسس حاله أنه هو جاء عباله ينقل المعلومة اللي عنده إياها، يعني يعمل نوع من التعليم يعني مش التعليم التقليدي،
وأنه هو عنده مجموعة كبيرة من المعلومات سواء بالحياة أو بما يتعلق بالفيلم الوثائقي وأهميته، وأهميته لأنه يكون طبعاً ممكن يكون حتى منافس للفيلم الخيالي أو فيلم الفيكسيون الروائي. فمن هون بلش يعني العلاقة تقوى بيناتنا، إلى أن طبعاً هو حضر مثل إسكيز كاملة عن المشروع وعن مين ممكن يكون فيه، وليش من الضروري أن يكون فيه 6 لـ 7 مجموعات، يكون في عندهم شركات إنتاج أو يكون في عندهم تجربة بهاي المهنة اللي هي العلاقة بالأفلام الوثائقية، ولازم يكونوا طبعاً ناشطين، ولازم يكون في لهم موقف سياسي محدد وإلى آخره، وكيف يقدروا يجذبوا بكل سيكل أو بكل مرحلة من هالمشروع 12 طالب من اللي عاملين فيلمين أو 3 أفلام، وكيف يساعدوهم لإنتاج مشاريع. وكان الحقيقة أول مرة تشوف حدا بهالإخلاص بهالمثابرة، رغم أنه هو شخص مشغول جداً جداً، ورغم أنه هذا المشروع ما فيه يعني مردود مالي غير بسيط ورمزي، فالطريقة اللي تحرك فيها بعد ما نقينا المشاريع للطلاب هي عن طريق أنه نجمعهم كلياتهم ببيت واحد، وأنا كنت المديرة التنفيذية لهذا المشروع، ينجمعوا ببيت واحد ويصير في تعليم يومي لهم من شخص لشخص. طبعاً هو المعلم الرئيسي ومعه قيس الزبيدي ومعه هشام بزري من لبنان، وأنا دعيت ميشيل خليفة أنه يجي 2 أو 3 يعطيهم مثل محاضرات متفرقة، وقدرنا ننقي 8 شباب وصبايا من الوطن العربي، بس كان معظمهم من سوريا ومن لبنان الحقيقة، بس كلهم ومن الأردن كانوا موجودين يوميا في اجتماعات صباحية هيك دروس على طريقة المعلم التقليدي اللي بيكون فيه حواليه طلاب وتلاميذه، يعني مثل فكرة أرسطو الحقيقة. كان كتير يعني مشروع خاص جدا جدا، وعمر يعني ما بعرف كيف بدي أوصفه، من ألذ الشخصيات وأكثر شخصيات charming قابلتها بحياتي، خاصة لما كنا ناخذ بريك تبع الغداء، لأنه فجأة بيصير كتير شامي، لك وين المحاشي؟ طب وين؟ بيصير يلعبنا، طبعا بيكون هو عملنا 100,000 شو اسمه درس بتاريخ السينما، وما مخلي فيلم من شره ما مفرجينا اياه، ونحن كلنا منبطحين على الشاشة. بس كان فعلا شيء كتير خاص مع عمر. كان يعني طبعا قدرنا نكمل لانه رجعنا دعينا كمان من افلام ثانيه، يعني متفاني الحقيقه. تعلمت انا منه شخصيا كثير اشياء، كمان تعلمت فن المناوره وفن المناقشه والحوار، وكيف ما اعطي كل المعلومات اللي عندي دغري، التأني، الحكمة، يعني عمر. عمر بكله وكليته. شكرا سوسن، كثير لوحة حلوة عم تعطينا عمر. يا ريت حميد يرجع معنا ونبدأ نتناقش الآن، لأنه برهان لسه ما اجى، بده يجي وقت نخليه يدلي بدلو بالتأكيد. الآن في يعني عدة قضايا، بتصور أساس حنا ممكن بده يتدخل تعليقا على ما قاله راشد أو على ما قاله حميد بجوز، ما بعرف. هو يعني أنا بعتقده المخرج أو السينمائيين من الأفضل ما يدخلوا بالسياسي، لأنه متى ما دخل بالسياسي معناها فرضت عليه بغض النظر شو سياسته، فرضت عليه قيود لا تتناسب مع مهمة الفنان والمخرج.
على حد علمي لما وهي موجود أخونا عصمت لما صور لما كان شروط رفيق الحريري الله يرحمه كانت قاسية يعني ضل 7 أشهر حتى وافق على أنه يتصور وصار اتفاق أنه ما حدا بيستخدم أسلحته ضد الثاني. لما اشتغلنا الفيلم كان عم يشتغل عمر بطريقة مهنية عالية المستوى وبعتقد هذا أحد أسباب أنه قدر يطلع من شباك أو تعقيدات الفيلم. وكان في صراحة دقيقة مع نفسه لما شاف حاله مخنوق كمخرج عمل مجابهة رباعية بين الأستاذ فوز طرابلسي مع سمير قصير مع وهو وإلياس خوري. كان يوم تصوير كتير مهم لأنه بهالحوار ريح حاله أنه تعالوا نحكي. كان حيادي بالعمل أنه بدي يشوف هالإنسان مين هو كإنسان شو خلفية مواقفه السياسية كإنسان بس ما تدخل بالسياسة بس عبر عن كتير من سياسته للحريري بالمهنية العالية السينمائية. وقت بنزير بوتو مع العلم عملت معنا فصل يعني كتير ناقص أنه بكل بساطة طلعنا حطينا الكاميرات والإضاءة وخلص من نصورها بيشرف مدير البروتوكول بيقول أنه آسف مريضة. فمديرة فرانس انترناسيونال اللي كانت هي المقابلات كمذيعة قالت له ما حدا سواها معي. فأنا سألته قلت له على ما أعتقد التقت ساعة 10-10:30 مع السفير السوفيتي شلون مريضة؟ فمع ذلك ما تصرف بلؤم بالفيلم عن بنزير بوتو من دون بنزير بوتو. بعدين لما اكتشفت الفيلم شبه اعتذرت انه تعالوا بدي اعطيكم مقابلة انا ما سافرت. انا قلت لهم هيك امرأة ما بحترمها وما بروح بصور معها. سفير الباكستاني اتصل معي قلت له اعذرني انا بحبكم كشعب بس رئيس وزراءكم موقفها بالنسبة لي ما واضح. المخرج حقه يروح هو منتج اما انا ما بروح في غير يصور وخلصنا. بفيلم اليمن تعرضنا لمواقف محرجة من جوني بس ما عكسوا على الفيلم. علاقته المهنية مع زملائه أنا قلت لك كمدير تصوير من أهم المخرجين اللي اشتغلت معهم يلي ما صار بيناتنا مشاكل معلم في اختلافات بالرأي كانت أيام كتير كبيرة بس دائما ظلت في نطاق حوار مهني. يعني بعمره ما رفع صوته علي ولا أنا رفعت صوتي عليه بعز الخلافات الشديدة والاختلافات كل شيء وحده الاختلاف الاختلاف بس المودة المهنية والشخصية مودة مهنية. هذا أنا بعتقد ما ميز بعض زملاء المقربين له واللي سببوا بضياع جزء من مستقبل السينما السورية. الأستاذ حميد معنا يعني الإمكانيات اللي حطها للمخرجين السوريين بفترته إمكانيات كانت جداً كبيرة بالنسبة لذاك الوقت. صح. يعني لما كانوا عم صوروا 35 ميلي عم يستهلكوا كتير أفلام نزل على فرنسا جاب لهم كاميرا وإجا 16 ميلي كانت أول كاميرا صوت وصورة 16 ميلي تدخل سوريا. إذن إلو كتير من أيادي البيضاء المهنية وهو اللي تواخذوني كان شخص ما له علاقة بالسينما. صح. بس هل الشخص ما له علاقة بالسينما صار هو دينامو أو أحد مؤسسي السينما السوري الإداريين وأنا شابو تحية يعني حسرت عمري أنه أنا ما اشتغلت بوجوده بس أنا وجوده كنت مساعد ومصور غير منظم بفيلم نبيل مالي الله يرحمه الفهد. أنا كنت في المؤسسة يا عزيزي حنا أنا كنت بالمؤسسة العامة للسينما ملتقيين في طبعا في الفترة اللي كان حميد فيها مدير عام يعني لأول مرة. أنا كنت محرر أدبي وفني في مجلة الطليعة وأكتب فيها نقد سينمائي ونقد روائي وأدبي
كل شيء وترجمة كمان. فكتبت أول مقال لي بالنقد السينمائي كان مقال عن 5 أفلام ما أنتجتهم المؤسسة والتلفزيون، بيناتهم فيلم عمر أمرالاي سد الفرات، أول فيلم قصير سواء عمر أمرالاي محاولة لرؤية سد الفرات. كتبت المقال، ما لقيت إلا بعد ما صدرت المجلة إلا جاي حميد مرعي وقيس الزبيدي لمكتبي بالمجلة وراودوني عن نفسي إنه أجي على المؤسسة أشتغل فيها. وكنت أنا متخرج جديد، يعني متخرج من الجامعة وأخذ ليسانس حقوق وليسانس فلسفة، وتعينت أستاذ فلسفة في الرقة. فقلت له للأستاذ حميد وأنا خويف كتير بالنسبة لقضية الوظيفة والكذا، قلت له طيب بدك تجيبني يعني ما حتعيني على طول، فأنت ليش ما تعمل لي نقل من وزارة التربية للوزارة الثقافية؟ قال فورا بنقلة، وفعلا هذا ما حدث يعني، وهذه إلى قصة تانية. فالمهم جيت وأنا شهدت كيف أنه حميد مرعي كان يعطي الحرية الكاملة، وتحدثت في بداية هذه الجلسة عن يعني ما فعله حميد مرعي مديرا للمؤسسة العامة للسينما خلال الفترة يلي أدار فيها. صحيح حميد مرعي ما له علاقة بالسينما كمهنة، لكن حميد مرعي ما حدا كتير بيعرفه مثل ما أنا بعرفه، بتصور من أكبر المثقفين، صح، قارئ نهم جدا، وأيضا كانت السينما بعض هواياته، فما كان يترك شيء إلا يشوف، واستطاع بكل الوسائل رغم كل الضغوط الاقتصادية. على سبيل المثال كان ممنوع استيراد الأفلام في الفترة اللي كان فيها حميد مدير عام مؤسسة السينما، وكان عندنا مديرية استيراد بمؤسسة العامة، ما كان فينا نستورد إلا الأفلام الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية، يعني كنا مثلا أنه نجيب أندري فاجدا نجيب كذا إلى آخره، هذه كان ولكن الأفلام الثانية ساوينا النادي السينمائي واستطعنا نلف على الموضوع ونجيب الأفلام، كل الأفلام التي لا يمكن أن تأتي إلى سوريا لأسباب منع الاستيراد وكذا. وهكذا عرض النادي السينمائي أفلام من كبرى الأفلام التي أنتجت في تلك الفترة وأسابيع، جبنا بيرو باولو بازوليني بالنادي السينمائي وعملنا له أسبوع لأفلامه، جبنا أندري فاجدا، جبنا جاك تاتي، جبنا أفلام أيضا لفيسكونتي يلي كانت عم تنعرض ببيروت بس بسوريا السوريين كانوا محكومين. ولذلك حميد يعني لم يكن بعيدا عن 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 مجال السينما، وكان يعني ديناميكي إلى الدرجة، وجريء أيضا يعني جريء تجاه السلطة، وكان يدافع عن نفسه ولم يستطع على الإطلاق أنه يلاقوله يعني أي سوء تصرف أو سوء إدارة في المؤسسة العامة للسينما، رغم أنه الفيلم الكبير الذي أنتجته المؤسسة وتحت مسؤوليته كمدير عام كان فيلم حياة اليومية في قرية سورية ومنع هذا. ولا أزال أذكر كيف أديب اللجمي وكان في ذلك الوقت معاون وزير الثقافة بيقول لي إلي يعني كيف يمكن أن نسمح بفيلم يشتمنا ونحن الذين أنتجناه بالحرف الواحد. وطبعا يعني كمان أديب اللجمي مثقف، ما له رجل أمن، ولكن أتصور كيف كانت نظرة رجال الأمن ودوائر الأمن لحميد مرعي الحقيقة. وهذه شهادة يجب أن تذكر لصالح حميد مرعي بدون أي شك. ومن المؤسف فعلا أنه الآخرين لم يكونوا أيضا كما قلت أستاذ حنا، وأنا أفهمك تماما، أنه لم يكونوا على مستوى المستوى المطلوب في, 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 في التعامل في مجال السينما من أقصد السينمائيين الآخرين كما كان عمر أمرالاي. عمر أمرالاي أستاذ بدر تفضل. أنا بدي أرجع للحكي عن فيلم اللي عمله أمرالاي عن الحريري، وكمثال خلينا نشوف بس كيف كان المخرج رايح ربما بأحكام مسبقة، وكيف كان وقتها يعني تعرف يعني دائما الناس بينقذوا من رجل المال اللي بيكون عنده يعني لازم نعادي رجل المال كيف ما كان من حيث المبدأ من حيث المبدأ.
وطبعا يضاف إليه أنه كان في يعني كان النظام السوري كان وظف ناس كتير يعني وكتب وأقلام وإلى آخره لا يحطموا أسطورة الحريري. يعني هذا الكلام ما كان حدا يصدقه بهذاك الوقت، بس يعني إذا بنتذكر نجاح واكيم بلبنان وكتابه عن الحريري وإلى آخره. اللي بدي أقوله أنه كيف هذا الفيلم بعد يعني بعد ما أنجز، كيف الناس، كيف السوريين من حتى من أقرب المقربين لعمر أمير الله كيف تلقوا هذا الفيلم؟ طبعا ما كان لسه واضح يعني أنه يعني هذا هاي الإشكالات الكبيرة الحاصلة بين النظام السوري وبين رفيق الحريري، هذا بعدين عرفناه يعني. لكن بهذاك الوقت لم يصدق أحد أنه عمر أمير الله المعروف كمعارض يعني لا يمكن أنه يلتقي برجل مال يعني فاحش إلى هذا الحد بين قوسين، فكان في استياء سلفا يعني. وتفسيرات يعني اللي بيحب عمر أمير الله كتير حاول يفسر الفيلم، يقول إنه مثلاً إنه بالعمق عمر أمير الله أراد أن يصور الحريري وكأنه رجل مافيا، ولكن من دون أن يقول ذلك مباشرة. تفسيرات كثيرة يعني، لكن عموماً الفيلم خلق لا ننكر إنه كان في استياء كبير عند الناس، وأعتقد لم تصحح الصورة، لم تصحح وجهة نظر عمر أمير الله بهذا الفيلم إلا باستشهاد الحريري. لأن الحقيقة أنه اغتيال الحريري ثبت ما ذهبت إليه الصورة الإيجابية اللي انعكست بفيلم الرجل ذو النعل الذهبي. وطبعا أظن أنه يعني كان بعدها بعد اغتيال الحريري يعني أصبح هناك حظوة غير عادية لهذا الفيلم يعني حتى من أسرة الحريري نفسه. فبعتقد هو هذا يعني فيلم نموذج عن 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 باحث يعني لا يضع الحقيقة سلفا يعني بالفعل هو دخل ناقش الحريري، دخل بيته، حاججه، وبالنتيجة خرج بنتائج لا تتوافق مع الأحكام المسبقة. الحقيقة أنا بوافقك تماما عزيزي راشد، أنه الفيلم تبع الحريري انعرض ب بس عم قله لبرهان أنه في يدخل الآن عفوا بس عرض في معهد العالم العربي عمر، وطبعا مثل العادة كان في سوريين وكان في أيضا يعني بسبب باريس عرب من كل الجنسيات العربية، وكما تقول تماما يعني الناس خرجت ضد عمر، إنه كيف يعني عمر اليساري، عمر ضد المال، ضد السلطة المالية وإلى آخره، كيف بيساوي هيك فيلم؟ وهون فينا نحكي بموضوع الصدق الفني إذا صح التعبير، وهذا موجود وقت الواحد بيشتغل عمل أدبي ما بيشتغل بيقول فكرة مسبقة، وإنما بيحاول يبحث عن الفكرة وكيف عم تتطور. لما كان سارتر يقول إنه وقت بتكتب ما بتعرف حالك لوين بدك توصل، لأنه بعدين تفرض الشخصيات مثلاً بالرواية حرية. نفس الشيء صار مع عمر حقيقة، وعندما لجأ إلى أصدقائه حتى يمتحن فكرته هو يلي تطورت أثناء الفيلم، سواء كان الله يرحمه سمير قصير أو فواز طرابلسي أو الياس خوري، كلهم وقفوا ضده طبعاً إذا لاحظتوا. وأول من وقف مع إذا بدي أقول
الوجهة اللي أخذها عمر أميرالاي بالفيلم هو سمير قصير بعد وفاة الحريري تماماً بعد استشهاده كمان. وهذا برأيي يعني علامة تذكر لعمر أميرالاي يلي مثل ما قلت يعني يبدأ من فرضية وحاططها فرضية إنه هو رجل مال، هو رجل سلطة، رجل كذا إلى آخره، وكان مو رايح ليثبتها، رايح ليمتحنها ليشوفها إذا كانت صالحة أو غير صالحة. يعني ماله رايح ليثبت، لأنه وإن كان بإمكانه إنه يطلع ويثبت الفكرة مثل ما هذا، ونطلع من إنه الحريري مثل ما كان مفكر فيها. بس هو شاف بقى الجوانب أخرى وكان مخلص لأنه يعني الفرضية هاي ممكن أن تنسف كلها أو جزء منها أو بعضها إلى آخره. وأنا أتفق معك تماماً. على كل أحوال طالما صرنا أكثر من ساعة ويبدو أن برهان غليون لن يتمكن من انضمام إلنا لسبب لا يزال ندعو، جرياً على العادة في المقهى الثقافي إذا كانوا الإخوان المشاركين يعني بحبوا يتدخلوا فأهلا وسهلا بهم. فقط دكتور أنطوان حداد عنده تساؤل. حلو، فالأستاذ أنطوان إذا تفضل وليبدأ النقاش، وكل الإخوان اللي بيحبوا أنه يعلقوا أو يعملوا مداخلة أو كذا فليعلمونا عن طريق الكتابة أو لكي نعرف أسماءهم، وأهلا وسهلا. تفضل أستاذ أنطوان. مساء الخير جميعا، وشكرا على الإطلالة لأحد عمالقة السينما السورية المرحوم عمر أميرالاي. للأسف هاي القامات لم تمنح حقها وتقديرها اللازم إلا من خلال إلى الآن بعد الثورة، وبعد ما صار في مناخ أكثر للحرية بالكلام عن هيك قامات. وأنا اللي بستغربه أنه المفروض يكون في هذا المقهى الآن في هذه الحلقة عدد كبير من الفنانين الوطنيين السوريين اللي اشتغلوا مع المرحوم في السينما تبعه وشاركوا العمل الفني والجهد وإلى آخره. للأسف نحن بهذه المنتديات الحوارية نحتاج أنه الناس اللي كانوا مشاركين في الجهد اللي بذل بمثل هيك مجالات يكونوا موجودين، مو بس مشان شهاداتهم وإنما مشان تقديم رؤية أعمق حول شخصية ومفاهيم عمر أميرالاي. هي ملاحظة. طبعا أنا السينما بعتبرها هي أهم وسيلة إعلامية تثقيفية قادرة على إصال رسائل فكرية اجتماعية وعلمية وسياسية، ومثال على ذلك سينما هوليوود. ونحن إذا بنقارن بين سينما تشارلي شابلن اللي كان مضامينها إنسانية وبين السينما العنفية اللي الآن بتوجه رسائل حول تشجيع العنف في السينما الأمريكية، بنشوف الفارق الكبير. هذا من جهة. إلي أسئلة محددة للأستاذ حنا وللأستاذ حميد، سؤالين. أولا، ما هي أهمية أعمال عمر أميرالاي في السينما الوطنية وما هي تأثيراتها، وماذا تمثل أعمال عمر أميرالاي لنا؟ وشكرا. شكرا أستاذ أنطوان. أنا رح أجاوب إذا تسمحوا لي على ملاحظة أستاذ أنطوان حول موضوع دعوة السينمائيين. حقيقة يا أستاذ أنطوان، أنا كان في ذهني ودعوت قيس الزبيدي الذي كان من أوائل الذين عملوا يدا بيد مع عمر أميرالاي، وللأسف أنه قيس اعتذر لأسباب شخصية محدودة.
عندما يقول إنسان لأسباب شخصية فأنت لا تستطيع أن يعني تناقشه فيه. ثانيا دعوت أيضا مخرج سينمائي عمل مع عمر أميرالاي طولا وحتى نهاية، وهو المخرج الأستاذ أسامة محمد. المؤسف أن دعوتي له كانت في اللحظة اللي كان توفى فيها والدي، ولم يستطع أن يشارك. ثم الأستاذ رصمت الحاضر معنا الآن يبدو أنه طلب منه لو أن نؤجل الحلقة إلى اليوم التالي، وطبعا لم يكن بوسعي أولا أجل الحلقة أكثر من سبب، أنه المقهى الثقافي انطلق على أساس يوم أحد، ولست الوحيد الذي يعني يدير الآلة آلة المقهى الثقافي. وفضلا عن أنه كنت ارتبطت مع كل الناس على أساس 5 شهر، وكان بالنسبة لي 5 شهر صدفة محضة أنه يصادف اليوم الذي توفي فيه عمر، وبالتالي وكان اليوم كمان موجود بباريس، لكن اليوم بالذات عاملين 40 وفاة والده، وكل الأسرة مجتمعة في باريس وفي قاعة معينة، ودعيت لأن أشارك في 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 هذه الذكرى، ولا وما استطعت الحقيقة لأني موجود في الضيفة، وبالتالي يعني كان من الممكن. هذا لا يعني أن الحاضرين لم كانوا عاجزين عن أن يتحدثوا وأن يبينوا القيمة الفنية أو المستوى الفني لعمر، فضلا عن أنه لا يمكن أن نستنفذ الحديث عن شخصية وعن أعمال بقيمة وبأهمية الأعمال التي أنتجها عمر أميرالاي بجلسة واحدة بالتأكيد. وأنا أرجو أن يصبح هذا هذه الذكرى أن تصبح أيضا في المقهى الثقافي إمكانية لأن نستعيد ذكرها كل سنة، ولما لا. عمر أميرالاي شخصيا إلي كان صديق حميم جدا، وأعتقد أنه أيضا صديق لكل الحاضرين هنا. لا يمكن لإنسان عرف عمر وعايشه، عرف ورأى أعماله دون أن يرتبط بهذا الإنسان. ولذلك أتصور أن يعني إمكانية مفتوحة، وليست ولا تزعم هذه الجلسة أنها سوف تستنفذ الحديث عن عمر. الآن عتبي، عفوا دكتور بدر، عتبي مو على المنتدى، عتبي على الفنانين السوريين الوطنيين اللي هن بالعشرات الآن موجودين في أوروبا، صح، واللي ما بيجوا بيشاركوا بهيك منتدى مهم أو بهيك منتديات. أنا مو عتبي على المنتدى على المقهى الثقافي أو عليكم أنتوا، لا، أنا عتبي على هؤلاء اللي هن بعيدين، وكأنه هذا الموضوع ما بتير بيعني لهم شيء، بصير الحديث مباشرة. شكرا. ما بعرف، على كل الأحوال أستاذ عماد ممكن يصحح لي إذا أخطأت. نحن نشرنا الإعلان عن هذه الحلقة قبل شهر، والناس يلي دخلوا على الموقع المقهى الثقافي أو على الصفحة للمقهى الثقافي تجاوزوا 2500 يعني تقديراتي للمرة الأولى. يعني حتى المرحوم صادق العظم طبعا كثير لوحقت هذه الندوات اللي ساويناها عنه، لكن عمر أميرالاي فعلا يعني كان يقول المجال فتح أمام الناس. المهم أنه مثل ما عم أقول أستاذ أنطوان، يعني الموضوع لا يمكن أن يستنفذ في جلسة. على كل أحوال لأترك المجال للأستاذ حنا والأستاذ حميد أستاذ راشد أيضا إذا ممكن يجاوبوا على الأسئلة اللي طرحها الأستاذ. ممكن أطرح سؤالي ونسمح؟ تفضل. إلي مداخلة صغيرة. أول شيء شكرا لكل الحضور، وفعلا من أغنى الحلقات وأمتعها، واللي ما حضر على الأغلب عم يتابع أو بده يتابع كونه مسجلة وتبث مباشرة وهي على مواقعنا. للأستاذ الكبير حميد مرعي، قلت بوصفك أنه ابن
ثورة 68، وكأنما هناك نوع من ريفولت داخلي بداخل عمر أمير لا يعبر عنه إبداعيا. قلت أيضا أن طبعا غير للأسف على الرحيل المبكر أنه قد يعني هناك شيء مغلق عند عمر كان يظهر خلال مسيرته الإبداعية. قلت أيضا أنه يختار شخصيات من يتعامل معه بشكل أن يكون يعني شكله الاختياري جدا عالي، سواء من التقنيين طبعا مو بوجه بس هو بيعرف قيمته الأستاذ حنا ورد، أو سواء من يعني كان يعد معه المواضيع مثل المرحوم سعد الله بن موسى. بهذا الموضوع كمان حكى الأخ عصمت أن عمر بالنسبة إليه كان الأخ الأصغر، توفى والده طفل صغير وعلاقته بوالدته جدا حميمية، وعقب الدكتور بدر أنها المرأة الوحيدة في حياته. ونعرف أن عمر لم يتزوج، له صداقات وعلاقات بعضها دام سنين لكنها لم تنتج حياة عائلة بالمعنى العائلة الزوجة والأطفال. السؤال المطروح هو كيف نضيء على شخصية عمر أمير لاي، مع التنويه لما قالوا وشيء جدا ثمين الدكتور بدر الدين عرودكي أن عمر لا ينطلق من مطلقات مسبقة، ينطلق من فرضية ويضعها في إطار البحث، وكما استشهد بسارتر لا يذهب للنهايات، كأنما هو يعني يستغرق أو ينساق في العمل الإبداعي ويجعله ينتهي لنهاياته المنطقية في ذيك اللحظة التي يشعر بها. رجاء أضيء لنا على شخصية عمر الإنسان. طبعا السيدة سوسن إلى مداخلة جدا قيمة لما حكيت عن عمر الإنسان ذو الشخصية المتلونة، الإنسان الذي يستوعب الآخرين، وأيضا المعلم الحرفي بالثقافة العالية. كمان السيدة سوسن في إلى سؤال، هل هذه الشخصية كان إلى تأثير مفصلي بتطورك السينمائي وتطور فكرك ولمجموعة من السينمائيين الشباب؟ أنا انتهيت، شكرا. كويس، شكرا كثير عماد. أخواننا اللي بدهم ويتفضلوا بس هلا لحا لأستاذ حنا، لأستاذ عصمت، لأستاذ راشد، لسوسن، تفضلوا مين بحب يبدا؟ السيدات اولا. سيدات اولا، يلا. بحب اقول شيء كثير مهم حدث مع عمر، غير قصة انه تأثير مفصلي على مسيرتي يعني بالفيلم الوثائقي وبالسينما. الحقيقة انا هلا عم بشتغل على مشروع، دائما عم بشتغل علينا 7 سنين، هو مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان. فكرة الفيلم الوثائقي اللي هي يعني متشابكة مع الأهمية في الحقوق وحقوق الإنسان، الحقيقة كان نقاش طويل مع عمر جرى قبل ما نأسس هذا المهرجان. الشغلة الثانية مهمة كتير لعمر إنه الحياة ما بتنفصل عن الفيلم، يعني هو بيجي بيقول لك إنه أنت داخل مغامرة مع اشتباك مع الواقع، أنت ما بتقرر من الأساس، عندك بعض الأسئلة وأنت بتفوت باشتباك، يعني كأنك تعمل سقوط حر، وهو يعني واحد من القوانين للفيلم الوثائقي. يعني حتى لما بتكون عم تعمل بورتري، حتى لما بتكون عم تعمل عن شخص مثل موضوع بنادير بوتو، مثل موضوع الحريري، مثل موضوع سورا، مثل كل يعني الأفلام الأخرى تناول فيها بورتري، ما كانت هي عن شخصية فقط، كانت عن اشتباك كامل لشخصية مع الواقع، مع الفترة الزمنية، مع المعطيات اللي عم تحدث وهي عم تحدث في الفيلم. هذا شيء كتير كتير مهم، يعني أنا فعلا تعلمته بشكل تفصيلي مع عمر. الشيء الثاني يلي كان يعني كان نقطة مفصلية بالعمل مع عمر أميرالاي، كان لما اشتغلت فيلم عنه للمحطة العربية.
كنت عم بعمل مجموعة من الأفلام عن السينمائيين، وكان واحد من السينمائيين اللي متفقين هو عمر، وكان الفكرة اللي بحثتها معه وعجبته كثير وهيك قدرت أتعرف عليه بالتفصيل، هي كيف نقدر نروح تشبه طبعا فكرة فيلمه، يعني سد الفرات والطوفان، وكيف نقدر نروح على الأماكن يلي صور فيها، وكيف نقدر هلأ نتناقش فيها، اللي كان نحن كنا سنة 2008 أظن لما اشتغلنا، و 2009 يعني مش متأكدة مضبوط. المهم وسميت الفيلم الجريمة الفنية الأولى، واللي هي المواقع يعني معتمدة على فكرة أهمية الموقع وأهمية الاشتباك مع المكان ومع الحدث اللي عم يحدث. فرحنا على كل المواقع، وطبعا رحنا على دير الزور، ورحنا على الرقة، ورحنا على الأماكن اللي مرق فيها فيلمه، وبدينا من دمشق، وبعدين سافرنا مع بعض، ورحنا على القرية الصغيرة محل ما كان يعرض السينما بيوميات قرية سورية. يعني عملنا مثل مسح كامل على كل المناطق اللي هو كان يمرق فيها. فأولاً كانت استعادة عاطفية جداً له، وأنا بهاي اللحظات قدرت أسرق منه كتير بوح مهم للكاميرا، وبنفس الوقت قدرت اكتشف كيف علاقته الحرفية مع فيلمه. وطبعاً قدرت استفيد جداً، يعني لأنه أنا بالنسبة لي أنا يعني أنا أكثر مسرحياً يعني بالمسرح مني بالسينما. فبنفس الوقت كمان قدرت قديش هو كان يستنبط من المسرح ومن فكرة العمل على الشخصية، من فكرة قوة التأثير اللي عنده، حتى كيف بيتمرن على فكرته أو بيتمرن على موضوعه، وبيمرن الموضوع وبيرجع بياخذ منه. وبعرف إنه هو طبعا درس مسرح، وكان في له تجارب بالمسرح، وكمان كان في له تجارب مهمة كثير بالفترة بفترات الثورات الطلابية والاجتماعات الطلابية في فرنسا. يعني هذا الجو تبع عمر بيخلي الواحد يرجع كيف ينتقي النقاط الأساسية المفصلية من الماضي تبعه، ويرجع يكونها من أول وجديد، ويستفيد منها كسينمائي أو ك حدا عم يبحث بالفيلم الوثائقي. يعني هاي اهم شيء بالدنيا عنه. فعلا كثير سوسن، كثير كثير مهمه فعلا. بدي اضيف شغله استاذ بدر. تفضل. بالاضافه لمواهبه اللي اشارت لها السيده دروز، اظن يعني مفروض حدا يضوينا على موهبه الغناء الاوبرالي عند اميره لاي. في هيك شيء يا سيدي. أول ما التقيت بأول لقاء مع عمر، مثل ما قلت لك كان عمره 18 وأنا كان عمري 20 في دمشق، وإجا حديث، وأنا كنت في ذلك الوقت مغرم بالموسيقى الكلاسيكية، ويعني بيتهوفن كان حبيب قلبي ولا يزال طبعا يعني. فأم هو وتنسمعني عم بحكي بهالحماس عن الموسيقى، طبعا ما كنت لساعتني إلا مجرد مستمع من الخارج، وكان عنا أستاذ بالمدرسة الثانوية اسمه صميم الشريف الله يرحمه، كان كمان هو اللي حببنا بالموسيقى الكلاسيكية الحقيقة. فعم بحكي عنه شافني بهالحماس، وأم ما لقيت إلا طلع بالتينور تبع نشيد الفرح تبع السيمفونية التاسعة تبع بيتهوفن، وألقى كلياته وكلياتنا بنذكر هل عنده صوت أوبرالي خطير يعني حقيقة. وأنا وقفت مذهول يعني أمامي لأول مرة بسمع صوت أوبرالي هيك مباشر، يعني مش عن طريق الديسكات أو عن طريق الراديو. كان عنده هالموهبة. أنا رح أحكي عن الجوانب الأخرى بعد شوي عن عمر أميرلاي، الجوانب الإنسانية، وبدي أطرح سؤال لأنه اكتشفته بعد وفاته، رغم هالعشرة الطويلة اللي عرفتها مع عمر كانت مخباية عليه، وفهمت بعدين سؤال بزمانه طلب اللي طلبه مني يوم من الأيام وما كنت يعني عارف فيه.
بس يمكن بدي أترك الفرصة لحتى أستاذ حنا وأستاذ عصمت يجاوبوا على وأستاذ حميد مرعي يجاوبوا على الأسئلة اللي طرحها الأستاذ أنطوان حد. تفضل أستاذ حنا إذا بتحب أو إيه تفضل. يعني عن كيف عمر إجا لما إجا أوروبا في برلين بأواخر الستينات يعني. فما كان عنده أي فكرة شو بده يدرس، كان عنده يعني فكرة إنه يدرس الكاريكاتير السياسي بالمجلات أو الصحافة السياسية من هالناحية. ما كان عنده فكرة عن إنه يعمل فيلم أو يسوي يعمل أفلام أول ما إجا. أنا حاولت طبعاً ساعده من أول فترة إنه يتعلم ألماني، يدخل بمعهد يتعلم ألماني إذا بده يقعد في ألمانيا، ولكن ما كان في برلين معهد للسينما، كان لسه عم يأسسوه لكن ما كان خالص تقريباً. فاستفسرت وحاولت دوت يعني هو طبعاً صرف النظر عن الصحافة السياسية وإلى آخره، وفكر إنه يعمل أفلام وثائقية كمان بالسياسي. قالوا طيب ندور لك على معهد سينما، بما انه برلين ما كان في معهد سينما. فسالت قالوا في ببولندا بمدينه لودج في معهد سينما ممكن يدرس فيه. فرسلت انا انه في عندي اخ وحاول اخذ بكالوريا وجاي وحابب يدخل بالمعهد يتعلم فن السينما، لكن طلبوا مبلغ كان كتير باهظ $700 بالشهر حتى يقبلوا فيه، وكان علينا صعب جدا لأنه ما كان في، كانت الوالدة تحول لي قطعة 300 مارك بالشهر نعيش منها، ولكن لما إجا عمر صار ما فيها تعيش اثنين، فلذلك تركت أنا ألمانيا رجعت حتى تقدر يكمل عمر دراسته وتقدر يعني تدعمه من المشروع. المهم بالأخير ما زبط المشروع السينما دراسة معهد سينما، وأنا خلصت إقامتي في ألمانيا فاضطريت أرجع لسوريا، وهو بعدين فكر إنه يروح يترك ألمانيا إن ما مشي مع اللغة الألمانية كانت صعبة عليه، بما إنه كان دراسته بالفرنسي لغته الفرنسية كانت قوية، فقرر إنه يسافر إلى فرنسا. ولكن كانت نهفة إنه صارت إنه كنا ساكنين ببرلين ببناية، وفي كان جار إن شاب كان عم يدرس غناء مغني أوبرا، فأنا بعرف عمر عنده صوت، قلت له شو رأيك تروح تدرس غناء أوبرا؟ صوتك لأنه كان ما عرفان شو بده يعمل أول قبل ما يقرر السينما يعني. فقال لي إيه ليش لا نجرب. طيب لا زد عند الجار حكيت معه قلت له عندي أخ هون في شو رأيك تدربه شوي على الغناء؟ فوافق. فصار عمر يروح لعنده، لكن كان كتير صارم هذاك معه إلى آخره، فصرف النظر إنه قال لي لا بغني هيك بدون ما بدي أتعلم غناء، بس جرب يعني إنه يصير مغني بالأخير، لكن ترك صرف النظر عن المشروع. اوكي حنا بدك تحكي شيء؟ ايه انا حابب يعني الاستاذ أنطوان سال سؤال بعتقد كتير مهم بالنسبه للسينما السوريه. انا رحت على برلين من اسبوعين وصورت بعض الفنانين التشكيليين بورتريات ضمن مشروعي اعمل بورتريات عن الفنانين والادباء السوريين. لاحظت ملاحظه كتير مهمه، العلاقه الانسانيه القويه والمهنيه بين الفنانين التشكيليين وعكسها لدى السينمائيين المتواجدين مؤقتاً ببرلين أو متواجدين بشكل ثابت في برلين. هلأ ننتقل للسينمائيين السوريين. أنا بدي أحكي وقائع. عرضوا بإحدى المهرجانات اسمه مواسم بباريس تكريم للمرحوم نبيل مالح، عرضوا فيلم الكومبارس. يعني كان الكل السينمائيين السوريين الموجودين بباريس دعوا. ما أجا حدا غير هالة العبد الله. وأنا شخصياً لأكون صريح قدام الكل قدامكم، أنا ما اقتنعت ولا بحجة واحد منهم، رموه على أسباب معينة كذا، أنا بالنسبة لي ما مقتنع.
أنا بعتقد هذا له علاقة بالملاحظة اللي قلتها، المناكفات صارت بين السينمائيين السوريين سابقاً، اللي هي أنا بعتقد شغلات صغار لا تتناسب مع ما أنتجوه من أفلام عالية المستوى. وفي شيء خطير أنا بدي صرح عنه مستقبلاً، أنا برأيي هلأ اللي الشيء اللي صاير هو جزء من المشاكل السابقة اللي هي أنا برأيي متعارضة مع ما يحملونه من أفكار وشعارات، خلينا نتبع هالأسلوب لأنه ما في جدية. يعني إذا أخذنا أخونا محمد ملاص عامل 3 أفلام، أسامة محمد فيلمين روائيات، هذا الكلام كتير قليل بالنسبة لمواهبهم وإمكانياتهم، ولا يحمل المؤسسة لعمل السينما أو السلطة بسوريا عن عدم أنا ما بحملهم 99.9 كسينمائي سوري سبب عليهم وواحد بالمية على المؤسسة. يعني لما هن طفشوا الله يرحمه خالد حمادة، هن راحوا عند الوزير الثقافة إنه هذا ما بدنا يكون تحسين علما مدير عام، بينما تحسين علما بفترته كانت أهم الأفلام السينمائية السورية، أحلام المدينة، وقاع العام مقبل، نجوم النهار، يعني وما وإلى آخره من الأفلام. في تكتيك خاطئ وهي الأنانية الذاتية مقابل المصلحة السينمائية العامة، عدم شعورهم بمدنية الدولة. أنا الدولة ما بحب نظامها، بس أنا مواطن بهالدولة إلي حقوق طالب فيها. أنا استطعت أعمل كتير شغلات بالتعاون، مثلا سمير زكرة دعم موقفي تجاه المعدات والتقنيات بفيلم وقال عم مقبل، عملنا فيلم أسسنا لشيء اسمه بنية تحتية للمؤسسة. بفيلم تراب الغرباء اشترينا معدات 600,000 دولار والدولة أمنتنا، نحن رحنا مهم نشتري ب 300,000، قلنا الدكتورة ما بكفي بدنا 600، تأمنت 600. إذا الدولة ما نسيئة أو بعبع مثل ما بدعوا، طبعا في إلنا خلاف معه بالتوجه السياسي، بس هي مجبورة تأملنا عمل كسينمائيين لأنه نحن مواطنينها. أما أقول أنا ما بتعامل معه، إذا ما بدي أقول هالكلمة معنا أطلع من البلد، أطلع لمكان تاني. يعني في شيء تناقض. هلأ لو السينمائيين السوريين اشتغلوا مع بعض كما يجب مهنيا، شخصيا ما لي علاقة، كان صار العجائب. لأنه في فترة الثمانينات الدولة ما كانت فاضية تشوفنا، زائد أنا اكتشفت أن السلطة كانت مسرورة على أفلامنا المعارضة إلى، لأنه كانت عم تعمل برستيج خارج سوريا أنه نحن دولة ديمقراطية. طيب أوكي، وحدة بوحدة خلي تستفيد السلطة، بس نحن نعمل أفلام. يعني فيلم أحلام مدينة فيلم كلف ضعفين ميزانيته، ليس لأنه في سوء إدارة. فيلم الليل في سوء إدارة إنتاجية مرعب، والأزمة اللي صارت بفيلم الليل مسؤول عنها أصحابها 99% والدولة مسؤولة عن 1% فقط. أنا حملت المسؤولية للتفتيش لما طلبوني أحكي، قلت لهم أنا ما فاضي لكم أحكي، أنتوا بدكم حرامية، أنا بدي منك مش حرامية بالمعنى الصريح، أنتوا ما عندكم قانون إنتاج سينمائي صح، لذلك كل فلتان على كيفه. تفاجأوا، قال يعني ما بدك تحكي، قلت له فهموا على حالكم، شو بدي أقول لك، أنا ما بشوف أسرار ما بتفهموا فيها. فعنا مثلا عدم الثقة بالمستوى التقني في البلد. أنا ساهم أسامة محمد بطردي من فيلم اللجات، هو وليس المخرج، طردي لأنه ما مشيت معه، ما كتبت تقرير أنه المعمل سيء. إذن كيف بده يجي هو يفرض نفسه كقيادة على الحركة السينمائية السورية؟ في شيء تناقض. أنا كيف بدي حمد برا وصور جوا؟ عم بحكي أنا عفضت 80s 90s، في خطأ استراتيجي. ما دعموا موقفي أنه نحن إذا جبنا خبير من كودك اللي أنا أمنته ومجانا يضبط المعمل، لا بدهم يحمدوا باريس. طيب لكن هالأموال اندفعت وين بدها تروح؟ بعدين أنت عم تحمد باريس، بدك تنتظر أسبوع لحتى تعرف نتائجك؟
سوسن تعرف لما اشتغل مع نجد أنزور بداية الثمانينات دعايات، أنا أطلع بإيدي على إيطاليا حمضها، بس هنيك كان في شركة مع مصاري تدفع لي طائرة روحة رجعة، فهنيك دعايات ما فيلم روائي. ففي ألف باء صناعة السينما كانت بعيدة للأسف عنهم. نحن درسنا بالاتحاد السوفيتي ما كان هيك الفوضى. هلأ أنا ما بحب المخرج فلاني، بس إذا عرض فيلم برو بحضره وبسفق له، لأنه واجب عليك يا زميلي. نحن كلتنا 4-5. ما ننسى فضل عمر أميرلاي على محمد ملص ومحمد بدعمه إلهم. ما ننسى فضل سمير زكرة لما أجاب الثمانينات. أنا قلت للوزيرة سمير عبد غطى علي مشان يجيب محمد ملص من التلفزيون، أنا مالي ثقة. قلت له والله يا دكتورة أنا تجربتي معه بموسكو إنسان كويس. هو اللي جابه أول شغلة ب 83 بده يشيل اسمه محمد لسمير إنه هو كاتب سيناريو. شو هالمناخ هاد؟ معقول نختلف على أسماء؟ لأنه ما كان في إدارة مثل إدارة ساس حميد، كان مهني صح وما له علاقة بالسينما مثل ما أنا قلت، بس لقط القصة من أول أسبوع له بوجوده في المؤسسة. لذلك النجاحات كانت كتير كبيرة، ما كان حدا يسترجي يتحرك بوجوده لأنه كان عم يشتغل ضمن القانون. أنا ما بقدر أعمل قانون مزاجي مثل ما أنا بدي. إغراء، موضوع فيلم إغراء، أنا بعتقد قمة جانب الإنساني بعمر مغامرته مع فيلم إغراء. إغراء إلى موقف منا أغلب الكل بيعتبروه إنساني، امرأة غير محترمة مثلا. أنا برأيي هي قمة، هي أيقونة السينما السورية كمرأة، أنا ده رأيي الشخصي. أنا كنت جزئيا بفيلم الفهد، ضليت شهر قبل ما أسافر على موسكو معهم، فتصرفه كممثل كان مهم، وأنا اشتغلت مع مدير تصوير بآخر فيلم إله وإلي الشرف. طريقة فكرته لشغل مع إغراء بدل على قمة بالإنسانية وحرفية وفهم دقيق لموقف هالمرأة يلي ظلمت. أنا برأيي وظلمت ظلم شديد، يعني كانوا محمد شاهين وشلته وريمون بطرس عملوا ضغط على الوزيرة مشان يمنعوا الفيلم اسمه بنات الكاراتيه، وأنا كنت حاضر العرض. قلت لي شو رأيك؟ قلت له والله يا دكتورة أنا بشرفني اشتغل مع إغراء، وما بشرفني اشتغل معكم بالمؤسسة بفيلم اللاجات. عاملين لي مشاكل من بلا مشاكل، بينما مع إغراء في عندي مشاكل مالية. نط علي القيم قال سرقتك. قلت له ايه، بس انا هلا بتنازل عن حقي مقابل هالفلسفه اللي عم تعملوها. عملت فيلم ظريف وجاب جاب مصاري. طيب وين المشكله؟ كليتنا ماشيين عورات مثل لوحات يوسف عبد الك الاخيره. على شو شايفين حالنا؟ نحن بلد صغير كليتنا 10 سينمائيين. اذا بدنا نقعد نبعبس ببعضنا، اسف لهالكلمه، ما بنطلع منا شيء. فتره حميد مرعي قدر يجبر انه يتعاونوا مع بعض، وكانت فترة سهلة. اول ما طلع احلام مدينة 7 مخرجين اشتغلوا مع محمد ملاص بالمودة وبالمواني. هذا شيء مناخ حلو يعني امتد. بس بعد احلام مدينة بدأت بقى التفككات. ما نتفاجأ استاذ انطوان ابدا، وهذا جزء من الفولكلور السوري، الانانية وضيق الافق. مصلحتي ولو على خازو، أما أنا وصديقي، أنا مثلا بدفش صديقي سمير زكرة ما خسر شيء. لما أنا لولا سمير زكرة ما بكون مدير تصوير خلال 4 سنين، دفش الكل. إذا خسر أنه طعنوه. عمر أنا برأيي لم يقدر بشكل دقيق من زملائه اللي هو دعمون، وإلا كان فيلم أسمهان وفيلم القرامطة كان لآله بصيص من أمل هالفيلم. وهذه أنا برأيي عدم خروج هالفيلمين على الضوء هي أكبر خسارة كنا نشوفه لعمر مخرج روائي. طولت عليكم أنا آسف. شكرا شكرا أستاذ حنان. الكلام الآن يا أستاذ حميد إذا سامعني يا ريت إنه اللي بدي يدخلوا عميرو بن الشاشة. يا أستاذ حميد
لا مو انا والله استاذ بدر. استاذ حميد وينك؟ موجود انا بس يا اخي ما تشتغل عن ال هاي هلا طلعت عده مرات طلعت وما لقيت الا عم تمر ما بعرف. المهم تفضل يلا يعني خليني قبل ما اجاوب الصوره كويسه على سؤال الاستاذ انطوان بس اعطي شوي لمحه سريعه عن وضع المؤسسه في حين ويمكن الاخ بدر والاخ حنا وكل من الاخوان والاخ راشد كلهم يعرفوا وضع المؤسسه كان. المؤسسه هي ذات طابع اقتصادي بمعنى اخر انه لا تتلقى مساعدات من الدوله بشكل مبدئي يعني، ولكن هي يجب ان تمول كل اعمال كل نفقاتها من خلال ايراداتها. حتى نحل هذا الموضوع لما جيت على المؤسسه من جمله الاسباب طبعا السبب الرئيسي والاساسي كان سوء الافلام الموجوده في السوق يعني، وكان غالب عليها الافلام الهنديه والافلام القتل والضرب. فعملنا حصر الاستيراد وحصر الاستيراد فعلا امن للمؤسسه استطاعت انه تستمر بعملها. اتذكر انا يعني ويمكن الاخ بدر يتذكر جواب الأخ أنطوان بتأثير الأفلام السورية. عملنا مهرجان الشباب العرب الأول كأي مخرج، عمله الأول أو الثاني فقط، إما العمل الأول أو العمل الثاني، إذا كان له أعمال أكثر من اثنين لا يحضر، على أساس أنه هذه التجارب الشابة الموجودة تلتقي وتناقش. وفعلا يعني كان أعتقد مهرجان الشباب العرب الأول كان له أثر كبير، وفعلا لأول مرة عرضت أفلام كان إنتاج المؤسسة هو أفلام تسجيلية. وفعلا يعني أعتقد أنه هذه التجربة أثرت كثير على السينمائيين الشباب العرب في أعمالهم كان تأثير متبادل، ولكن أعتقد فعلا هذه التجربة كانت تجربة رائدة، وأعتقد أنه صار في تأثير كبير. الآن يعني إذا رجعنا لموضوعنا الأساسي موضوع عمر، أنا شخصيا مثلا أنا كنت مدير عام للمؤسسة، كانت علاقتي في عمر علاقة التراوح بين التوتر والمودة. وسبب وإذا يذكر بدر يعني على أساس أنه في يسار المؤسسة ويحاول التغيير وأنه إلا ما هنالك، وأعتقد هذا كان شيء إيجابي وليس شيء سلبي يعني. من خلال هذا الشيء استطعنا أنه نتناقش ونستطعنا أنه نعمل بدون ما تركت أي حزازات، وهذا يمكن يكون ساعد أيضا على العمل. يعني هذه إشكالية عمر، هذه إشكالية عمر كان بالضبط يعني لا يعني دائما هو يخلق توترات خاصة مع شيء اسمه إدارة، وأنا أعتقد هذا نوع من تركيبة عمر يعني كأنما يسحب مواقفه كلياته بهذا التوجه الشديد. قد يكون هذا ساعد كثيرا. على أي حال تجربة عمر تجربة رائعة وجيدة وتركت آثار كبيرة، وأنتم الآن لا إذا كان فقط الآن يمكن يكون إذا في وقت فقط أعطيكم لمحة عن الحياة اليومية في القرية السورية. الحياة اليومية في قرية سورية فيلم أنتج، وطبعا كان وزير الثقافة يذكر بدر فوزي الكيالي هو الذي أخذ هذا الفيلم إلى الأجهزة وأعراض الهومية ومنع الفيلم وأحيل إلى القيادة، والقيادة أن تثبت واحد وشاف الفيلم وبعد منعه من فيه. فإذا كان وزير الثقافة هو الذي يحمل فيلم من إنتاج المؤسسة، وإذا في
حتى يبرهن هذه المؤسسة أنه خارج عن النطاق وخارج عن السلطة. في مثل هذه الظروف كان العمل ليس سهل على الإطلاق، كان عمل كثير، ولكن يعني بالتكاتف والتعاون أمكن العمل. شكرا. شكرا أستاذ حميد. أنا أثني على ما قلت حول موقف وزير الثقافة في ذلك الوقت كوزي الكيالي، كان يبدو لي كما لو كان يعني يغار من مؤسسة السينما ومن نجاح، لأنه أكثر من مرة حاول أن يعني يفصل عنك من كان يعتبرهم أنهم يعني عم يشتغلوا معك خلاص وكذا والآخر، وأنا كنت منهم. على سبيل المثال ذات يوم، ثاني يوم عرضت بالنادي السينمائي فيلم موت في فينيسيا لفيسكونتي. نعم بيستدعيني، وانت كنت وقتها اردت انه سافر انا مع مدير الاستيراد لحضور مهرجان سان سيباستيان باسبانيا ونشتري افلام من هنا، فكنت عم بنتظر جواز سفري من وزاره الخارجيه انه يجي. في تلك اللحظه بدي اقول لي سكرتيره الوزير انه الوزير بده اياك فورا، فوزي الكيالي طبعا. فرحت لعند فوزي الكيالي، ما بلاقي عنده الا الشيخ كفتارو وبطريرك أنطاكيا وسائر، قاعدين هن اثنين سوا، وفورا بيسناولني لا مرحبا ولا مرحبتين. قاعد عم تعرض لي لكان افلام بورنو انت بالسينما الكندي هيك بالحرف الواحد. قلت له أنه فيلم بورنو سيادة الوزير؟ هذا فيلم اسمه الموت في فينيسيا، كاتبه توماس مان جائزة نوبل بالآداب، مخرجه فيسكونتي. ايش بس هذا فيلم؟ قلت له وهذا فيلم؟ طيب نحكي بصراحة ما في بوسة واحدة هذا الفيلم يعني، طيب شفتك أكثر من هيك عم تقلي فيلم بورنو؟ قال لي في حب مثلي. قلت له لا، في حب إعجاب بالجمال. إذا بتعتبر القرآن في سورة يوسف، ما هي مثل سورة يوسف تماما، فيها حب يعني وفيها أخذ وعطاء يعني، شو القصة؟ بعدين هذا نادي سينمائي. قال لي شو يعني نادي سينما؟ قلت له ما بيدخلوا إلا الأعضاء. قال لي ولا من الأول مولانا، واتفق بعدين عليهم. مرة تانية وأنت كنت من غير اليوم بالمستشفى مريض، وطلب مني أنه سافر على دير الزور فورا مشان لأنه جاي تقرير من المدير المخابرات تبع كمان دير الزور انه سينما الكندي كمان عم تعرض افلام بورنو. كان اخذ عقله قضيه البورنو، وطلع الفيلم اللي عارضينه فيلم اوديب ملكان تبع بازوليني. في مشهد بهذا الفيلم وقت اوديب بيشوف امه وبمارس مع الجنس، وسيلفانا مانغانو هي البطلة وكذا، وبتذكر تماما هذا المشهد اللي بازوليني يعني كل الشاشة. مهم. فرحت طبعا هيدا بيقول لي مدير السينما الكندي انه لانه ما عطوا بطاقات مجانية لمدير المخابرات كاتب، وكتب فيه تقرير انه عم يعرض افلام بورنو لانه ما عطى بطاقات مجانية يدخل هو فيها ورفقاته. فالمهم يعني فوزي الكيالي كان يلعب دور فعلا سيء جدا، هذا اللي أنا شفته، ما شفنا بعدين شغلات. معك حق. عفوا لو عودة صغيرة لعلاقة إيه أستاذ حميد، عماد سأل سؤال يتعلق بملاحظتك وقت قدمت شخصية عمر، تحدثت فيها عن أنه خرج من عباءة ثورة الطلبة 68 بفرنسا. نعم. فعماد سأل هالسؤال، أنت يمكن ما سمعته هذا السؤال، ما بعرف يعني، بدي أسألك أنه توضح الفكرة أكثر. يعني هو هذا، تذكر أنه ثورة 68 ثورة الشباب والطلاب التي اللي كانت ترفض كل شيء، وكانت حدية، وكانت يعني راديكالية، وكانت هذه تركت أثار كبيرة على مواقف
كثير من الشباب، خاصة اللي كانوا بفرنسا، كانوا وقتها بفرنسا، ومن جملتهم أنا أعتقد أنه عمر يعني تأثر بهذه الحركة وأفكار هذه الانتفاضة اللي صارت بال 68 للشباب والطلاب في فرنسا، يعني أثرت كثير على مواقفه السياسية وعلى مواقفه الفكرية لعمر. صحيح صحيح، يعني هو اصلا حميد حول هالفكره هي بالذات، انه عمر كان يبدو كما لو كان يساري ماركسي والى اخره، لكن فرنسا علمته انه يفهم الماركسيه بشكل اخر. ثوره الشباب فعلا كانت يعني ثوره ترفض كل النظام والسيستم مثل ما بيقولوا، هو الرفض، الرفض لكل شيء، الرفض ابدا يعني. تماما تماما، وهذا كان واضح الحقيقه في سلوك عمر وفي طريقه ايه؟ وفي علاقاته وفي كل شيء يعني. بس في تلك الفتره ما بتوافقني على هالشيء يعني، بعدين عمر تطور انا برايي، وبالتاكيد تطور انا، بس ظلت هذه، ظلت هذه الصفه ايه؟ ظلت هذه الصفه تلازم عمر. طيب صحيح رفض السلطه مظبوط. على كل احوال زي ما شفت يعني تطوره ظهر مثل وقت مثلا ساوى فيلم الرجل ذو النعل الذهبي، يعني رايح يعني فكرة وطلع فكرة تانية. أنا برأيي بدر يعني خطيئته في هذا الفيلم، أنا حكيت بالبداية قلت أنه عمر كان دائما يستطيع أن ينتقي شريك عمله، أنا أعتقد أنه بهذا الفيلم لم يستطع ذلك، حتى لما بالأخير بآخر الفيلم لما يجيب فواز ويجيب سمير والآخرين، حتى صحيح يعني عطى، حاول يعطي شيء، ولكن كان الخلل بالبداية، خلل بتركيبة الفيلم، بتركيبة الفكرية، بتركيبة هذا اللي انبنى عليها الفيلم كليات، واستطاع الحريري هو أن يجره لما يريد، حاول بالأخير حاول أن يحل هذه القضية، يعادل معادل، يضع معادل فواز وسمير ولكن أنا أعتقد يعني لو كان مع شخص نقص، شخص آخر واضح الفكر مثل ما حدث في الحياة اليومية في قرية سورية، في قرية سورية أنا أعتقد ما كان يخطأ، ما كان غلط. يعني كما لو كنت أقول أنه لو كان معه دعم نظري، يعني لو كان معه سعد الله والنوس ما وصل له. إيه يعني دعم نظري تقصد يعني على المستوى المفهومي أنت بتقصد؟ على المستوى المفهومي هذا اللي بدي أقوله. هذا هو يعني أنا كتير بشارك الأستاذ عمر حميد. عمر موهبة فنية كبيرة أعتقد أنا، وليس يعني مع كل محبتي وتقديري واحترامي، سياسيا كان هو يأخذ هذا الموقف المتطرف بدون أبعاده، بدون نتائجه. هاي أنا فقط بدي فقط بخصوص ملاحظة الأستاذ حميد. إيه تفضل. عن فيلم الحريري. ما بعرف ليش هالقد مساء الأستاذ حميد ومعتبر أنه الفيلم كان خطيئة، هل هو يعني تصديقاً للافتراض اللي انطلق منه أصلاً عمر أميرالاي والأحكام المسبقة اللي حكيناها بخصوص الحريري كرجل مال وسلطة وإلى آخره؟ إذا كان هذا فبالعكس أنا برأيي اللي حدث بالواقع في ختام هذا الفيلم خلينا نقول، أو بعد إنجاز هذا الفيلم، اختيار الحريري هو مصداق لما للنتائج اللي شفناها بفيلم الرجل ذو النعل الذهبي. فما بعرف يعني وين الخطيئة. أنا أستاذ راشد أعتقد ما يلي. تفضل. عمر يستحيل من معرفتي الدقيقة والمتابعة وأعماله كلياته، هو عمل مع الحريري حتى يدين هذا النهج وهذا الرأسمالية كموقف عام هذا لعمر. هل هذا وصل، هذا اللي يوصل له؟ هل هذا اللي يوصل له؟ أنا عم أحكي
عمر في النتيجة مثلاً. أبداً في النتيجة هو قدم صورة إيجابية عن الحريري. لكن هل كان عمر بده على صورة إيجابية؟ إذا كان بده صورة إيجابية ليش لجأ بالأخير لفواز ولسمير وللآخرين؟ لا لا أنا بدي أقول إنه هو قدم طرابلسي والياس خوري كجزء من حكاية الفيلم ليقول يعني ليدعم كيف ولد هذا الفيلم، وهم بيقولوها بوضوح بمقابلات لاحقة، وكأنه هدول هن الخلية اللي قالوا له رفاق، يعني رفاق عمر أميرالاي، رفاقه في 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 مسيرته ضد الجشع وكذا وكذا، وقالوا له روح شوف ماذا يجري هناك، يعني روح شوف بهذا العرين، بعرين الأسد ماذا يجري. فيعني هذا جزء من حكاية الفيلم، كان مش عم يستنجد ليبيض ليعمل لمحة إيجابية للفيلم أبدا. وأنا بعتقد الوصول لصورة إيجابية لرسم صورة إيجابية للحريري بهذا الفيلم يعني إجا اغتياله ليقول إنه فعلا كان الحريري على حق، وكان عنده إشكالات مع النظام السوري ما كانت ظاهرة لنا. يعني هو أنا بس أنا بدي أقول ما يلي أستاذ راشد، إنه من معرفتي معايشتي لعمر معايشة اليومية الطويلة يعني كذا سنة، أنا لا أعتقد أنه كان هذا ما يريد عمر، أعتقد كان يريد أن يدين. هل هذا أعتقد قد يكون لا يعني كم كمان ما هو هون هذا يعني هذا اللي عم نحكيه من شوي، أنه هو فعلا جاء بحكم مسبق لكنه انصاع في النهاية، انصاع مش لرغبة الحريري، انصاع للحقيقة. يعني ليش لا إذا هو شاف الحقيقة بمكان آخر؟ يعني بعتقد هذا جزء من إخلاصه لعمله. ممكن أنا بعتقد هذا جزء من هواجس الفنان الحقيقي، ما في حقيقة نهائية وثابتة تماما مثل ما فاجأ الجميع. أنا بعتقد واحد اللي تفاجأ، وأنا كتبت اليوم شاركت على مدونتي مقال قديم كتبته عن أو خبر خلينا نقول عن مشروع عمر أميرالاي بأنه يعمل فيلم عن إغراء الممثلة نجمة الإغراء السورية. نعم. الشهيرة اللي الكل عنده موقف مسبق، لكن وكان مفاجئ جدا عمر أميرالاي يفكر بأن ينجز فيلما عن إغراء ووقتها عنونت مستوحية من كلامه الحسناء والقسيس. أعتقد رحل عمر أميرالاي بلحظة يعني كنا يعني في غاية التشوق لإنجاز مشاريع وحكايات، ومنها هذا الفيلم. يعني في جانب أنا عندي رغبة إن استفهم عنه. في يوم من الأيام عمر بعد زيارة والدته لوالدتي، والدتي كانت امرأة صوفية، كتبت عنها بعض السيفساء امرأة بعض النصوص، زارته ورجعت حكت له عنه، فبيقول لي عمر كنا بنشوف بعضنا باستمرار، انه بدر انا بدي عندي رغبه اسوي فيلم عن امك. قلت له قال لي امك حلت المشكله الاقتصاديه اللي عم تموت دول والانظمه وما عم تساويها، قضيه المشكله الاجتماعيه. قلت له والله بسطت بالفكره يعني وكذا، طبعا امي رفضت الموضوع مستحيل. بعد وفاة عمر أنا ما كنت داري، بعد وفاة عمر من وقت لتاني بتصيبني حالة، إنه لأنه دائما بيوشوشني كلامه، مثلا يعني وقت يركب معي بالسيارة بباريس و
دفش الناس بسيارتي وكذا والى اخره، يصير يقلدني كمان. وكنت عم بحكي بس انا ما كنت عم اقول لك معدولي لك انا جاي كذا والى اخره. ف بكتشف انه مساوي كان حلقتين مع العربيه مع الزين مدتين، و بيحكي فيها انه هو عم يحكي عن وين ساكن، انه هو قريب من مقام الشيخ الاكبر الدين ابن عربي، وبيقول فيها انه هو كل ما انتج فيلم يقدم ذبيحتين للفقراء على الشيخ الاكبر، تعويهم بالشيخ جامع الشيخ محدد. انا ذهلت بهالقصه انه عمر اميرالاي بعرفه يساري، وبحياتنا ما حكينا بقضايا دينيه وقضايا ايمانيه، اكتشف انه في عنده جانب صوفي ما كان يبديه على الاطلاق، ويبدو انه تاثره او وجود هذا الجانب هو الذي دفعه الى انه يفكر يساوي فيلم عن امراه صوفيه ما كانت موجوده حوله، منه ما لقى فيها الا والدتي اللي مات، وطلعت مثل منه، طلعت مثل منه انه هي لا تريد ان يعرف عنها الناس شيئا. كانت تقول لي انا موظفه عنده هو السماء، يعني موظفه عند الله وما حدا له دخل بالموضوع يعني الى اخره. فبدي اسال عصمه، شو رايه بهالوضع هذا؟ شو هالجانب هذا عند عمر؟ هو تابع لعلاقتي مع عمر. علاقتي مع عمر يعني كنا كثير نتبادل الاراء والافكار، وبما انه كنت اكبر منه فلذلك كنت كان عندي افكار خاصه يعني نقدر نتناقش فيها، وكان يتاثر بالافكار يعني، ولكن ما اخذ نفس الطريق طريقي، ولكن يعني نتناقش بالمثل بالفن بالتصوف بالسياسه. فانا مريت بفترات بنظرتي للحياة وللكون وللسياسة وللمجتمع، ومنها أنه كنت في فترة بالستينات كنت أقرأ برودون وباكونين، وكنت يعني أتعاطف مع الأنارشية، فكرة الأنارشية، وعمر تأثر فيها كمان في الأنارشية، لأنه ما كان ماركسي بحت ولا كان سياسي بحت، ولكن عنده هالفكرة الأنارشية كمان نفس الشيء. بعد فترة يعني أنا تعرفت على الفكر الصوفي والتصوف إلى آخره، وكنت أتناقش معه بالموضوع، وكان يتأثر كمان بهذه الأفكار إلى آخره. فحتى كمان موضوع الفن، لأنه عمر كان يتعامل مع الأفلام مثل ما بتعامل مع أي فنان مع العمل الفني، فكان يتعامل يتفاعل مع العمل بدون ما يكون له رؤية سابقة عن الموضوع. فالفنان عادة بيتعامل مع عمل فني بيدخل بعالم مجهول، بصير في صراع وكفاح بينه وبين نفسه وبين العمل الفني وبين المادة اللي عمل عليها، فكان يدخل في مغامرة، فالمغامرة ما كان يعرف آخرتها وين حينتهي. يعني مثل ما كنت أنا أرسم مثلا لوحة، أدخل على اللوحة ولكن ما بعرف كيف تنتهي بالأخير، في كفاح، في أخذ وعطى، في إلى آخره، في عدة مجالات، في ناحية التقنية، ناحية الفنية، ناحية الجمالية، في المواد إلى. فهو كمان يتعامل مع السينما بهالفكر هذا، بهالفكر الفني، فعمل افلامه كلها عمل فني اكثر ما هو سينمائي او ولكن اخذ شكل تشكيلي، فهو عمل تشكيلي، فن تشكيلي يعني. فنرجع للافكار، فمحادثتي انا ونقاشي دائما معه حول هذه الافكار كان كمان يتاثر فيها، ولكن على طريقته، وكان هو يدخلها ويضمها إلى أفكاره والأعمال الفنية. فكان في جازة كان إحساس الصوفي كان كمان كتير قوي بهالناحية. حتى يعني بتشوف أنت مثلاً بأفلام بحديثه مع حريري، كيف كان أخذ يأخذ يعطي مع حريري، كان بالنسبة له كان في جدال، يعني الجدال ما كان محضر هو للجدال، ولكن كان ينتظر شو هيطلع من الجدال بالأخير، ويتعامل معه ويتفاعل معه ويقبل بالواقع، يعني ما حاول انه ما يفرض رايه او مثلا هدفه
السيد حميد انه كان عنده هدف انه ينتقد السري والسياسي والاخري المال والسلطه، كانت الفكره هي علاقه المال والسلطه، ولكن اخذه من ناحيه الانسانيه، وكان كل اعماله ياخذ من ناحيه الانسانيه، فكان هالانسانيه الصوفيه اللي بنحكي فيها الانارشيه كان هي مثل الهاليه اللي كانت يعني تغلف اعماله وشخصيته كمان. افكر الان بعد حديث اللي حكيت سرت علينا سوسن دوزة حول عمل عمر مع عربي للفيلم، الطريقة اللي اشتغل فيها كما لو كان مثل ما قالت تماما بده ينقل ما لديه من خبرة وتجربة تراكمت خلال سنوات للجيل الجديد، كان عم يشتغل مثل استاذه موريدينو. يبدو انه يعني هو هذا كما لو كان يشعر بانه هو على يشرف على النهايه، انه الاعتراف اللي سواه بجلستين اللي سواهم مع احمد زين بالعربيه اللي حكى فيهم عن صله القربه، القربه الجغرافيه والقربه ايضا الروحية مع الدين ابن عربي، يعني كانت مهمة جدا، لأنه بعرف أنه كان يعرف أنه محمد الدين ابن عربي هو الذي قال معبودكم تحت قدمي هذه، وكان يقصد أنه هذا المعبود هو المال حتى يجرؤ يقول هذا الكلام، وأنه كان يقدم له ذبيحتين، وهذا آخر شيء كان ممكن الواحد ينتظره من شخصية المال. لكن إلى أي حد كانت شخصية غنية وإلى أي حد كانت شخصية متعددة إذا صح هذا التعبير، وما بتصور أنه حنستنفذ الحديث عنها. اللي بتمنى أنه ما بعرف إذا في حدا له كلام قبل ما دكتور ميشيل سطوح كان مسجل مشان تفضل تفضل أستاذ ميشيل. تفضل دكتور ميشيل. يعطيكم العافية، مساء الخير للجميع. يا هلا. الحقيقة مع شكر طبعا للمقهى الثقافي، شكر للدكتور بدر الدين، الشكر الخاص طبعا لكل الإخوان اللي تدخلوا واللي لفت انتباهي، رغم أنه أنا غير مؤهل يعني أدخل في هذه المواضيع باعتبار يعني أيضا خرج شاب من بكالوريا من ضيعة وإلى الجزائر لدراسة طب من 54 سنة، فعمليا كل الأسماء والأفلام وهذه النشاطات اللي تفضلتوا فيها يعني أجهلها تماماً لاستهلاك الحياة لنا بمسائل أخرى. فلذلك شهادتي شهادة واحد جاهل عملياً بكل هذه الأمور، لكن أعتقد على عفويته في العمق يمكن تكون يعني محسوبة أو مفيدة بالأداء بالنسبة للناس بدهم يسمعوا. ما بعرف إلى أي حد أنتوا أدركتوا أنه هذا اللقاء كان غني جداً وجذاب جداً، ورغم انه انا من الناس اللي ما بيمدحوا احد يعني ما بعتبره مسألة يعني غير لبقة، ففعلا شعرت بتغطية كبير جدا لهذا الجهل، كأنه 20 سنة اللي بقرأ السينما وبعرف أفلام وبعرف المجتمع السوري وبعرف الفنانين، والشفافية اللي تفضلتوا فيها كل واحد منكم حقيقة وجعلني كأني بحبه وبعرفه من 50 سنة، هذا بدل أنا بتصور على الروح الشفافة اللي موجودة في جزء من هذا المجتمع اللي هي عم بتضوي وتنور، رغم يعني تعرضكم إلى غياب الكثير من الفنانين وملامسة لنقائص أو ثغرات المجتمع السوري والفرد السوري وأنانيته والصراعات اللي كانت تفوت فرص كبيرة. فأعتقد أن التسجيل وبث هذه اللقاءات التي ستكون على مدى طويل من الزمن ستكون مفيدة جدا بالنسبة للمستمع. بجوز على الصعيد يعني الراحل عمر من الواضح أنه في استعدادات فنية عائلية، لكن في هناك القدر اللي خصه بأكثر من محطة، طبعا محطة الولادة الأب الفقدان إلى آخره التعلق بالأم، ومحطة 68 اللي تفضلت فيها اللي بجوز واحد نعايشها
وربما أطل يعني بجوز على خلفيات اللي أكيد الراحل عمر ما كان قادر يدركها، اللي هي طبعاً إجت 67 بعد 1968 بعد 67 وتتعلق بحكم ديغول وما شابه، لكن هذا خارج النص. إنما بفترة المراهقة أو قمة المراهقة والانعطاف بالنسبة للحياة، هذه الأحداث يمكن أن تترك بصمة كبيرة جداً. واضح أن الراحل عمر كان رجل متمرد، عنده حس سياسي وإنساني نامي جدا، عنده روح المغامرة، وليس على طريقة خالف تعرف بمقدار ما طرق الأحداث التي يعني ربما يتردد كثير في طرقها. لكن صراحة أنا حبيت شهادة الجاهل، لكن يعني بحكم التعامل النفسي شعرت بمتعة خارقة جدا من كل واحد منكم، هذه البساطة، قلة الكلام وعمق المداليل اللي جعلتني فعلا كأنه ابن السينما وابن، رغم أنه صراحة كل الأفلام والأسماء اللي ذكرتوها لا أعرف عنها شيئا، رغم الاستعداد كمان الفني والغناء، لكن يعني هي أقدار الحياة. فبهنيكم وهذا القصد، وبقلكم أنه هذا اللقاء كان غني جدا وسيستفيد منه الكثير من الناس أكثر ربما من استفدت منه أنا. يعطيكم ألف عافية. شكرا دكتور ميل. دكتور قبل ما أختم، في في ضال درويش، تفضل. ضال تفضل أستاذ ضال. تفضل أستاذ ضال. نضال درويش مو سمعنا، كتب إنه مستمع فعلا لكن ما عندي شيء. انا في عندي سؤال بس اسمحوا لي فيه. انا طرحت سؤال اشكاليه العلاقه بين بتكوينه بينه وبين المراه في ناحيه ثانيه، ناحيه انثويه بحياته. انت عبرت عنه بتقدر قبل فتره، قلت لي انا مره سمعتها من واحد من المخرجين لما كانوا عم يصوروا انه كان ينزل عند اللحام ويعلمه كيف يساوي الكواش، وانت قلت لي انه كان رجل يعني ذواقه بهذا المجال، وهي اجمالا من النواحي الانثويه بالحياه الشخصيه. هو لا بعد دوالنا على علاقته بالمراه، علاقته بالمراه الام، المراه الحبيبه، والطوابع الانثويه اللي ممكن يكون اخذتها شخصيته الدكتور. في 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 كاتب السوري زكريا تامي له كان كلمات كثير حلوه، انه اذا بدك تكتشف شخصيه انسان تكتشف كيف بيتعامل معه. لا يمكن أنه يتصور الواحد شخصية أكثر نبلة في التعامل مع المرأة مثل ما كان يتعامل معه. ومعنا امرأة تعايشت معه عدد من السنوات بالحياة اليومية وبالسفر وأثناء أيضا العمل المهني. حقيقة بس أنا قلت كلمة إنه أمه كانت شخصية، المرأة مش المرأة الوحيدة بالمعنى إنه لم يعرف غيرها، ولكنها كانت المرأة الحاضرة والمرجع، المرجع والأساس، مش فقط لأنه أم وإنما كانت أكثر من دور. أنا بتصور يمكن في علاقات نادرة بها، كانت رفيقة بين بعض الرجال وأمهاتهم، يعني ما بدي احكي عن حالي بس عمر علاقته وانا بفهمها تماما، يعني علاقه غير فقط علاقه ابن بامه، انما هي علاقه صداقه، علاقه مرجع، علاقه نصيحه، علاقه اب، علاقه كليه، وبالتالي كانت تملأ عليه كل حياته بشكل انه هذا لا يعني انه هو لم يحب النساء اللي احبهم، اولا كلياتهم كانوا يعني جميلات الروح، يعني مش فقط جميلات الجسد أو التكوين الخارجي، لكن كلاتهم جميلات الروح، كانوا جزء من شخصيته كمان بمعنى ما. الشيء اللي بدي أذكر فيه، تفضل. أفضل مدام سوسن، سؤال لك. أنت قلتي أنه اللقاء معه والعمل معه كان يدل على نوع من أناقة بالتعامل، وبغض النظر عن كرافيته هو نوع من قيادة ما بتزعج بينما بتأمن حضوره. هذا يعني تصورك
ضل ثابت برؤيتك له كصديق ومعلم، ورؤيتك له ونظرته للمرأة. عمر جدي جدا، بس مثل ما قال قبل شوي استاذ بدر، بنفس الوقت عنده نضج كثير مهم، وفي شيء كثير اساسي يمكن فينا نحكي عنه، الطريقه اللي بيتعامل فيها مع اللغه الفرنسيه جميله جدا، الطريقه اللي بيقرا فيها شعر جميله جدا، حكينا كثير وقرينا اشياء مع بعض، فيرلان كيف بيحكي عنه، كيف نقعد نتحدث، هيك عنده مثل النسمة يعني، هيك له شيء خاص. بعدين رجوعا على فكرة انه قدي اثر بالسينما السورية، اذا بنحكي عن الجيل الجديد يعني، انا بس كتبت الاسماء الناس اللي قرروا انه هن يثابروا ويظلوا يشتغلوا وتأثروا بشغله كثير، كيف فكرة البناء، كيف الفيلم تبعه هو عبارة عن عمارة يعني، ولها اساسات ومحكمه يعني، ما في مزح. هو اثر على ناس، فرح، ماجده كباريتي، ميار رومي، جود بوراني، ساندرا ناصر، سلام الحاج، نادين شقير، رامي نيحاوي، عروه نيربيه، ديانا جيرودي، كلهم هلا عم بيشتغلوا على اما بمؤسسات لها علاقه بالفيلم الوثائقي، اما عم يعملوا افلام وثائقيه كل عام. نحن عم نحكي عن شخص خاصة بالفترة الأخيرة حط بباله ينقل المعرفة تبعه بطريقة جدية وبدون فرض، بنفس الوقت كل شيء بيقدر يعرفه يحطه على الطاولة ويخلي الشباب بعدين تنطلق وتحلق وتقدر تحمل هالرسالة. رسالة الفيلم الوثائقي فعلا بس صار لها يعني، اذا بنفكر مضبوط صار لها 6 سنين الفيلم الوثائقي هالقد اخر مجده بالوطن العربي، وانا اظن انه كمان مهم جدا لتوثيق شو كان عم يحصل هلا بكل البلدان العربيه وخاصه بسوريا. هدول اللي ذكرتهم في اكثر من 20 او 25 شخص، ويعني في كثير منهم متأثرين، بشوفهم حتى بمشاريع صغيرة وكبيرة، مثل مشروع مثلا بدايات اللي بيدعم المخرجين السوريين اللي يعني بهلأ مبلشين مع مخلوطين مع فكرة انه هم مخرجين وناشطين، مع الفكرة الديمقراطية الجديدة لقدرة استخدام الكاميرا بطريقة منتشرة، وأنه الكاميرا مش بس حظر على يلي عنده الآلة، الكاميرا صارت منتشرة بكل يعني بكل إيد وعن طريق كل آلة، رغم أنه هو كان دقيق جدا بفكرة أنه هاي الكاميرا اللي بتلولح وصوروا بالموبايل وركضوا إلى آخره ممنوعة منعا باتا، يعني الكادر ليش هيك بده يكون وشو له معنى وليش ثابت وكيف بيتحرك الموضوع بقلب الكادر ان كان شخص او ان كان منظر. ف يعني فقد كبير الحقيقه يعني، هلا نحن عم نحكي كلنا عنه، اشتقنا له كثير لعمر، كثير 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 اشتقنا له. بدي اضيف للشيء اللي قيل، في فيلمين بيجهلهم الجمهور العربي، سواهن عمر للقناة التلفزيونية الثانية أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، فيلم عنوانه لمالور ديزان، مصائب قوم، وما كملها طبعا، وكان عم مصائب قوم حلو كثير جدا، وكان عم يحكي فيه طبعا عن الحرب الأهلية ويقدم رؤيته. الفيلم الثاني حققه أثناء حصار بيروت من قبل الجيش الإسرائيلي، وكان عمر أيضا كأي مراسل حربي والسينمائي كان موجود مع عرفة، وسمى الفيلم بكلمة أطلقها وقتها عرفات أنه يعني قدرنا خلاص إجا، وقال هبت رائحة الجنة عرفات وقتها، وسمى له بارفان دو بارادي،
كمان، وفيلمين أذيعوا على القناة الثانية التلفزيونية بفرنسا ولاقوا نجاح منقطع النظير. ما بعرف إذا كان أصمت عنده نسخة منهم فيلمين. أنا عندي مصائب قوم أظن. كمان مصائب. أنا عندي مصائب قوم، عندي مصائب. البارفان دو بارادي. ما رائحة الجنة ما عندي للأسف، ما عم لأي. رائحة الجنة. رائحة الجنة هذا موجود بالقناة الثانية، يعني ما بعرف إذا كان ممكن الحصول عليه بشكل أو بآخر. لكن نحاول نتصل فيهم، نحاول نتصل فيهم. بيصور فيه ببعض اللحظات مشهد عشاء رمضاني وعرفات موجود فيه. حكى لي وقتها عمر كيف إنه كان فعلا سيد القوم خادمه، يعني كان عرفات يقول لي ما تعرف شلون إنه عرف إنه هاللي بفهم منه صحنه فضي، ناوله صحن مليان وياخذ الصحن الفاضي لهالدرجة هذه. يعني فيلم في 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 لمحات إنسانية مذهلة في الوقت اللي كانت القنابل ممكن في أي لحظة تنزل على المكان اللي كان فيه عرفات في تلك اللحظة، وأكثر من مرة نفد من قنابل دمرت البناية اللي كان فيها قبل ثواني. فهدول الفيلمين يعني أحد أفلامه التسجيلية المهمة جدا، واللي كانت يعني أنتجت بطلب وبصالح التلفزيون الفرنسي، والمؤسف أنه ما أذيعوا بالتلفزيونات العربية ولا بالصالات العربية، يعني ما بتصور حدا شايفهم إلا يعني أصدقاء مثل هلأ سوسن عنده فيلم طائب قومي فقط. في أسئلة تانية؟ لا مجال أسئلة لها، لا لك دور الكونكليزيون سانتيز نختم. يعني مثل ما لاحظنا، اولا اشكركم جميعا على هذه المداخلات الثنيه والحاره، ايضا كانت مهمه جدا نعيش لحظات مع عمر وبيننا عمر، انه يعني الفنان عاده لا يبقى على الاطلاق، يبقى ويبقى من خلال فعلا اعماله ومن خلال الناس اللي عاشوا معه بيعيشوا رح يستمروا بالعيش. وأهمية هاي الندوة إنه، واللي أنا رغبت فيها، إنه تكون موجهة للجيل الجديد اللي حدثت عنه سوسن شوي وبكثير من الاهتمام، وشوفوا مختلف الآراء، وآمل إنه بحلقة تانية نساوية أيضا نخصصها لعمر مرلاك، نجيل الأجيال الجديدة اللي تعلمت منه، وهي بدها تساعدنا فيها سوسن بالتأكيد يعني، وعصمت لنلتقي بهالجيل الجديد يلي تلقى من عمر بعض خبرته أو سار على طريقه. أشكركم جميعا على هذه المشاركة، وأعطي موعد للحلقة القادمة يوم 19 كانون شباط، حيث سيكون الموضوع الصحافة الثقافية في العالم العربي، وسيشارك فيها مجموعة من رؤساء تحرير الملاحق الثقافية أو المجلات الثقافية في مجموعة من الدول العربية. شكرا جميعا لكم وإلى اللقاء.